بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear students of the General Secondary Certificates, welcome back to your program مدرسة على الهواء Chemistry Session Revision Sessions. دي حلقات المراجعات. احنا بنكمل مع بعض دلوقتي مراجعة Chapter 3-4, وكنا في Chapter 3 وصلنا ان احنا خدنا ال KA, خدنا ال KC, خدنا ال KB, خدنا ال KP. كان فاضل لنا ال KSP وال KW وال PH وال POH في جزء بتاع المسائل, وخدنا أوستفالز لو اللي هو KA بيساوي ألفا سكوير CA. In the beginning let's welcome. إن شاء الله هنكمل, بس أنا عايزة حضرتك قبل يعني لو هتعمل سلايد دي للكيز كملها وهتقارن لي بين الريفرسبل والريفرسبل رياكشنز خلال الجراف. اوكي اوكي اتفضل حضرتك. طيب احنا اتكلمنا على الكي اكوليبريم, قلنا لو مديني الفاليو بالكونسنتريشن مول بالليتر يبقى كي سي, لو جاز اداني بالبريجر يبقى كي بي, لو بتكلم على الكونستانت اوف اسيد تبقى كي اي, لو بتكلم على الكونستانت اوف بيز تبقى كي بي. وكل ده لاحظ بيبقى عباره عن ايه, هو في النهايه بيبقى الكونسنتريشن اوف برودكتس على الرياكتانس, واستنتجنا منهم بعد كده أوستفالدز لو, وقدرنا نجيب ان ال KA علاقتها مع ال degree of ionization وعلاقتها مع ال concentration of hydrogen ion, وايضا ال KB علاقتها بال concentration of OH negative ion. المسكة بتسأل على الجراف. الجراف لما يبقى عندي ادي الريليشن بتوين الرياكتنس والبرودكتس كونسنتريشن, بنبدا الرياكتنس بيبقى 100%, وبعدين بيبدا لغايه ما بيند بيبقى زيرو, يبقى ده الرياكتنس. البرودكتس بتبدا من زيرو اند انكريز انتل ات ريتش 100, ده البرودكتس. يبقى ده يعتبر ايه, كومبليت رياكشن, لان كل الرياكتنس انتهت واصبحت كلها تحولت الى برودكتس. يبقى ده الريفرسابل رياكشن او الكومبليت. لكن تعال نشوف الريفرسابل رياكشن. الرياكشن بيحصل لها ديكريز, ده الرياكتنس. البرودكتس من زيرو بيحصل لها انكريز, لكن بنوصل الى تايم معين للتايم اوف ذا رياكشن, بيبقى post reactants and products are found in the medium. مفيش حاجة خلصت منهم خلاص, ولكن take care, مش شرط ان يبقى concentration of reactants هيساوي concentration of products, مش شرط يتصلوا عند الهاب, لا ممكن اكثر ممكن اقل, بيختلف نوع التفاعل. نيجي نتكلم على ال KW وال BH وال BOH وال KSB. أنا عندي الوتر H2O is converted into, هيحصل لها ionization إلى H positive و OH negative. ده liquid وده aqueous وده aqueous. طيب عاوز أجيب ال constant of water هسميه KW, يبقى هتساوي concentration of hydrogen ion times concentration of OH negative ion. طيب divided L, لا احنا قلنا الووتر از ليكويد ما بيتكتبش, يبقى ده عندي ال KW هيساوي concentration of hydrogen ion في concentration of OH ion. حقيقي ده بنسميه ionic product of water, ionic product of water. ويبقى الديفينيشن بتاع ionic product of water, the multiplication concentration of hydrogen ion times concentration of hydroxide ion, يعني equals H positive ion times OH negative ion concentration. والفاليو القيمة دي وجدت انها equals 10 to the power negative 14, 10 to the power negative 14. حين نتعامل مع الارقام الفاليو فبنستخدم حاجة ابسط شوية واسهل, بنسميها ال BH value. ال pH بيساوي ايه؟ ال pH negative logarithm concentration of hydrogen ion.
يبقى انا لو عندي هيدروجين اين اللي احنا بنجيبه بالقانون، احنا قلنا ازاي بنجيب الهيدروجين اين اللي هو عباره عن روت كي اي في سي، لو جبت نيجاتيف لوجاريتم كونسنتريشن اوف هيدروجين اين ده بنسميه البي اتش. وممكن اقول ان البي اتش سكيل عباره عن ديجري of acidity or basicity of a solution. It is a method used to find the degree of acidity or alkalinity of a solution by numbers ranging from 0 up to 14. بحيث يبقى عندي ال 7 يبقى ده neutral. يعني solution which has ال pH 7 ده يبقى neutral. As the pH decreases, the acidity increases. يعني ال pH equals to more acidity than pH equals 6 مثلا أو 5. When as the number of pH increase يبقى ال basicity أو ال alkalinity increases. يعني pH equals 12 يبقى more basic than which has pH equals 9 أو 8 أو 10 and so on. يبقى أخد بالي إن ده عبارة عن scale بيبدأ من 0 up to 14 7 ال pH 7 يبقى neutral solution، أقل من 7 بيبقى acidic، أكتر من 7 لغاية 14 بيبقى basic. طبعا ال 0 ده strongest acid وال 14 ده strongest base. طيب المسائل بيجيني مسائل في الشكل ده، هتبقى الاستاذه تدينا مسائل عشان نعرف. بس انا اقدر اخد من البي اتش زائد البي او اتش ايكوالز البي اتش بلس البي او اتش ايكوالز 14. يبقى لو انا عندي اتش اقدر اجيب الايه الاتش، زي ما الكونسنتريشن اوف هيدروجين ايون والكونسنتريشن اوف او اتش ايونز ان ووتر ايكوالز H1 equals 10 to the power negative 7. يبقى عندي H times the OH بيساوي 10 to the power negative 14 اللي احنا كتبناها بالنسبة لل KW. نيجي بعد كده في عندي نقطتين اتنين مهمين، وهي ال KSB وبعدين ال hydrolysis of salt. انا معلش اقاطع حضرتك في حاجة. حضرتك كتبت القوانين اللي هي اوريدي موجودة في الكتاب صح؟ انا عايز اقول حاجة، نفترض انه اداني ال pH وعايز ال H، اعمل الانفرس بتاع اللوج ازاي؟ هو بطريقه بسيطه. ايه هي؟ ان حضرتك الاتش كونسنتريشن بتساوي 10 تو ذا باور نيجاتيف بي اتش. هنكتب بس القانونين في عندي جدول وهستخدمه الكلام ده على طول للولاد. بنقول ان لو عندي الاتش يا ولاد ادي الاتش بوزيتيف هو عايز بتساوي 10 تو ذا باور نيجاتيف 5. حاضر، يبقى البي اتش 5 وبالتالي النيجاتيف 5 تبقى 5. طيب لو انا عندي البي اتش دي مثلا هتساوي 3، يبقى الكونسنتريشن اوف هيدروجين 10 تو ذا باور نيجاتيف 3. خلاص نكتبها كقانون، بحاول دي الا باور، نكتبها كقانون ان الاتش كونسنتريشن ب 10 تو ذا باور نيجاتيف البي اتش. الاتش نعملها في سكوير براكت 10 تو ذا باور نيجاتيف، والاو اتش برضه كونسنتريشن نفس الحكايه نيجاتيف بي الاو اتش نيجاتيف اين بتبقى 10 تو ذا باور. القانونين دول negative. مش عندنا في الكتاب ولادي، بس يعني انت ممكن بسهوله تستنتج الاتش عن طريق البي اتش. النمبر ده طلع هنا بالنيجاتيف فوق كلام، وتستخدمه بالايه بالكالكوليتر. شكرا لحضرتك. ده الايه الاكسبوننت كده، ما فضلناش غير الكي اس بي السولابيليتي برودكت والهيدروليسيس عشان نبقى خلصنا فري، عشان بعد كده نخش فوق نحل في الاسئله. اوكي نيجي نشوف، لو انا عندي مثلا سي باريوم كلورايد وانا ده وايت بريسيبيتيت بي بي تي، ده بيحصل له ايونيزيشن الى بي اي بوزيتيف 2 بلس 2 سي ال نيجاتيف. طيب انا عاوز اجيب الكي اس بي سوليبيليتي برودكت، يبقى الكونسنتريشن اوف باريوم بي اي بوزيتيف 2 باي الكونسنتريشن اوف سي ال نيجاتيف تو ذا باور 2 باور ذا نمبر اوف مولكيولز. يبقى السوليبيليتي برودكت هيساوي degree of solubility اللي concentration، يعني degree of solubility للباريوم البوزيتيف ايون تايمز degree of solubility of النيجاتيف raised to the power equals the number of ions. هنا في بقى نقطه مهمه جدا يا اولاد، التو تتكتب هنا ولا ما تكتبش؟ لازم باور 2. اوكي انت هنا
لو اداني تو فاليوز مختلفين يبقى خلاص ما بتتكتبش. يعني قال لي الكونسنتريشن اوف باريوم سي مثلا هتساوي 3 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 5، وقال لي ان الكونسنتريشن اوف كلورايد بيساوي 6 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 5، خلاص ما تتكتبش، اداني الثاني تو ديفرنت فاليوز. لكن لو قال لي الديجري اوف ايونايزيشن، ما قاليش كونسنتريشن، قال لي ديجري اوف ايونايزيشن واداني قيمه واحده، قال لي 3 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 5 ديجري اوف ايونايزيشن اوف باريوم كلورايد، يبقى حاول في الحاله دي هضرب ال2. ليه؟ لان الباريوم 1 ايونز بينما الكلورايد 2 ايونز. يبقى تكي لو اداك 2 ديفرنت فاليوز خلاص ما تكتبش ال2. لو اداك الاثنين ذا سيم قيمه واحده وانت عندك هنا في الايكويشنز في عندك اختلاف في النمبر اوف مولز، لا يبقى تضرب في الايه؟ في ال2 او في النمبر اللي هو موجود. نيجي بعد كده نتكلم على الهيدروليسيز اوف سولتس. هي الهيدروليسيز اوبوزيت اوف ذا نيوتراليزيشن، عكس النيوتراليزيشن. هو النيوتراليزيشن كان بيقول لي ايه؟ اسيد زائد بيز هيساوي سولت بلس ووتر. ده يسمى نيوتراليزيشن. نيوتراليزيشن. طيب نيجي نشوف الهيدروليسيز اوف سولت. هيدروليسيز يعني هيحصل ديكومبوزيشن للسولت في الووتر، يبقى سولت بلس ووتر هيديني طبعا ريفرسبل ريأكشن المفروض، هيديني اسيد زائد بيز. ايه في النقطه دي؟ ان بيديني مجموعه من السولتس وعاوزين نعرف هل هو هاز اسيدك افكت او بيزك افكت اور نيوترال. هبتدي في البدايه كده اعرفك مين السترونج ومين الويك. لو قلنا ان السولت اللي عندي بي اي، بي ده عباره عن البوزيتيف بارتكل والاي النيجاتيف، وهقول ان البي ريفيرس تو ذا بيز والاي ريفيرس تو ذا اسيد. انا ببص على التو بارتس، بص على البي لو لقيتها عباره عن بوتاسيوم هيبقى بوزيتيف طبعا، تيك كير، بوتاسيوم اور صوديوم سام تايمز مغنيسيوم او كالسيوم، لكن هو غالبا هيديني البوتاسيوم والصوديوم، يبقى ده سترونج بيز. سترونج ايه؟ بيز. لو بصيت على الاي لقيتها عباره عن الاس او 4 سلفيت او الان او 3 نيتريت او الهالايد اللي هي سي ال او بي ار او ايوجين، يبقى ده سترونج اسيد. فانا ببص على السولت اللي عندي وبص على البي والاي، لقيت 1 فروم ذيس يبقى ده سترونج بيز، 1 فروم ذيس يبقى سترونج اسيد. لو 2 موجودين السترونج اسيد والسترونج بيز يبقى نيوترال. لو الاسيد ويك والبيز سترونج يبقى بيزك افكت، لو العكس البيز ويك والاسيد اسيدك افكت. هشوفها كده لما يبقى تشوز ونشوف مجموعة من السولتس وبعدين ازاي نحلها لما يكون يقول لي اكسبلين او جيف ريزون. لما نقول مثلا سي ان A2CO3، بص كده لو عملت تو بارتس والصوديوم ده سترونج بيز والكربونيت مش موجودة، الكربونيت ده ويك، يبقى ده هاز بيزك افكت. طيب قال لي FeCl3 برضه هبص كده تو بارتس، الايرون ده ويك، مفيش عندي هنا ده صوديوم بوتاسيوم مغنيسيوم كالسيوم، يبقى ده ويك بيز، وده سي ال موجوده سي ال سترونج، يبقى في الحاله دي هاز اسيديك افكت. طيب لو لقيت الاثنين موجودين يعني مثلا ان اي سي ال ده سترونج وده سترونج يبقى نيوترال. طيب لقيت عندي الامونيوم سيانيت ده ويك وده ويك، يبقى برضو ايه؟ نيوترال. طيب لما اجي اعمل بروف بيحصل ازاي يا اولاد؟ ان انا بجيب السولت وبحط له ووتر. تعال نشوف الامثله اللي احنا خدناها دي. هنقول ال Na2CO3 بلس ووتر، انا بفضل ان انا اكتب الووتر HOH.
اول حاجه ابص فيها كم مول من الووتر، دي مهمه جدا. ابص للبوزيتيف ايون او النيجاتيف ايون اشوفها كم تشارج. هنا 2 بوزيتيف يبقى اجيب 2 من الووتر، او ابص على دي سي او 3 نيجاتيف 2 يبقى التشارج 2 يبقى بجيب 2 ووتر. ونبدا نعمل هيدروليسيس. ال ان اي هتاخد الاو اتش تديني الصوديوم هيدروكسيد. يا مستر حضرتك قلت الصوديوم هيدروكسيد سترونج الكتروليت، والسترونج الكتروليت يبقى كومبليتلي ايونايز، يبقى مش هكتب ان اي او اتش لكن هكتب 2 ان اي سيبريتد و2 او اتش نيجاتيف ايون. يبقى تيك كير السترونج ما بتكتبوش ماسك نفسه، لا بتكتبه اتفكك لانه كومبليتلي ايونايز. طيب والكربونيك اسيد ويك يبقى ويك، بكتب H2CO3. نشرح ايه اللي تم وبعدين ازاي هنجاوب باجابه مختصره. بنقول ايه؟ نقول ان الهيدروجين ايون كومباين ويز كربونيت تو فورم كربونيك اسيد لانه ويك الكتروليت. يبقى الكونسنتريشن اوف هيدروجين ديكريز، سو مور اماونت اوف ووتر ديكومبوزز تو جيفز او اتش اند اتش بوزيتيف ايون. ال H كومباين ويز CO3 يبقى according to لو شاتيليه، according to لو شاتيليه برنسبل concentration of OH هيزيد bigger than concentration of hydrogen. ليه؟ لان الهيدروجين كومباين ويز الكربونيت، وما دام عندي الاو اتش concentration of H more than ال H يبقى it has basic effect. ودي الكلام اللي احنا ايه قلناه. انت تبص هنا في عندك الايونز الاتش ولا الاو اتش، هتلاقي الايه الاو اتش، يبقى الاتش قليله جدا مش موجوده مش باينه في الايكويشن لانها كميه كبيره جدا متحده مع الكربونيت. طيب لما نيجي ناخد السولت الثاني اف اي سي ال 3، هنا عندي ايرن 3 كلورايد يبقى اخد 3 مولز اوف ووتر 3 اتش او اتش. يبقى ال HCl ده strong acid يبقى completely ionized 3H و 3Cl negative. طيب ال iron hydroxide ده weak، يبقى ال weak بنعمل له combine with each other يديني FeOH all by 3 according to Chatelier، الجملة اللي احنا بنقولها according to Le Chatelier principle concentration of H، اهو مفيش OH في عندي H، concentration of hydrogen ion bigger than concentration of OH يبقى it has acidic effect. طيب نشوف اخر حاجة. لو انا عندي say مثلا صوديوم كلورايد هنا positive 1 يبقى اجيب 1 مول of water HOH، وبيحصل كده ال H مع ال CL وال NA مع ال OH. ال NA مع ال OH strong electrolyte strong base يبقى completely ionized NA positive و OH negative، وال HCl strong acid يبقى H positive و CL negative. هلاقي ال concentration of hydrogen اهو hydrogen ion equal ال concentration of OH negative ion so it is neutral. It has neutral effect. طيب يقول لي طب يا مستر اوفر كانت ال H اكتر من ال OH، هقول له استحاله لان انت بتفك مين؟ ال H ال water. فالوتر واحده H واثنين OH. زودت النمبر اوف مودز يبقى تزود ال H هتزود ال OH. دايما يا اولاد يا ايكوالز يا اما ال H موجوده وال OH مش موجوده يبقى has acidic effect، يا ال OH negative ion موجوده وال H مش موجوده يبقى has basic effect. بكده نبقى احنا خلصنا شابتر 3. في اي اسئله يا ميس على شابتر 3؟ هو في اسئله كتيره بس انا برضو حابه عشان الوقت ما يسرقناش زي امبارح، عايزين نخلص فور بسرعه وهنبتدي بقى نفتح باب الاسئله للتو تشابترز. اوكي عشان احنا امبارح الوقت سرقنا وما لحقناش نخلص، فعشان كده لا عايزه ماشي. عشان في ولد قال قدامنا وقت كافي. عشان في ولد امبارح اتصل وقال شابتر 4 يا ريت انا بتابعكم وعايز شابتر 4. طيب انا بنتكلم على الالكتروكيمستري، هنقول بسرعه عشان هو شابتر كبير شويه. الكتروكيمستري the relation between the electricity والكيمستري. اقدر اتكلم على الالكتريك سيل، على السيل الى نوعين اتنين، حاجه اسمها جالفانيك سيل
وحاجة اسمها electrolytic cell. طبعا الالكتريك كارنت بيمر في الواير في السلك في السوليد على هيئة فري الكترونز، بينما بيمر في السوليوشن على هيئة فري ايونز. فري ايونز عشان كده بيسمى الكترونيك. الجالفانيك سيل هعمل بسرعه كده كومباريزون بين الجالفانيك وبين الالكتريك سيل، وبعدين من خلال الشرح هيبان الديفرنس ده. هو اهم حاجه ان الجالفانيك بتحول الكيميكال انرجي انتو الكتريك انرجي، بينما الالكتريك سيل بيبقى العكس، بديها كيميكال انرجي بتحول، بديها الكتريك انرجي بتحولها الى كيميكال انرجي. هنا في مسائل وهنا في مسائل، وهنا في ابلكيشنز وهنا في ابلكيشنز. في الجالفانيك سيل بيبقى الانود نيجاتيف والكاثود بوزيتيف، هنا في الالكتريك سيل بيبقى العكس، الانود بوزيتيف والكاثود نيجاتيف. لكن ان بوث كيسز، في الحالتين دايما الاكسيديشن يا اولاد بتحصل عند الانود، سيان في الجالفانيك او في الالكتريك سيل، ودايما الريدكشن بتحصل عند الكاثود. الجالفانيك سيل سبونتونيوس تلقائي، مجرد ان يحصل ميكسنج لتو ديفرنت السوليوشن او ديفرنت كومباوندز بيديني الكتريسيتي، لان في ديفرنس في البوتنشال اوف اتش 1. بينما الالكتروليتيك سيل مش نون سبونتونيوس، ما ينفعش انها تتعكس. الجالفانيك سيل هتنقسم الى نوعين اثنين، البرايمري والسكندري. عشان افرق بينهم هدي اكزامبل كده هيبقى سهل قوي. انا عارف الدراي سيل الصغير ده بتاع الايه الريموت كنترول، وايضا انا عارف الميركري سيل ده ندرسه، والفيول سيل دي تعتبر برايمري سيل كانوت بي ريتشارجد. الفرق الوحيد ان انا ما اقدرش اشحنها تاني، الدراي سيل بتخلص بنرميها وبنحضر غيرها. السكندري زي الكار باتري، زي النيكل كادميوم باتري، زي الليثيوم ايون باتري، كل دي كان بي ريتشارج. تعال نشوف الفكره جت ازاي الاول، ان احنا نحصل من الكيميكال رياكشنز على الكتريستي. كان العالم الايطالي جالفاني حط الزنك مع سوليوشن كبر سلفيت، جاب بوتل كده عبارة عن كبر سلفيت وده لونه بلو، وحط رود من الزنك بص ليه الزنك بيحصل له ديكومبوزيشن ديزولفي بيدوب، وتبدأ تترسب ريد بارتكلز او ريد سابستانس من الكبر. يعني اذا الزنك دخل مكان الكبر اداني زنك سلفيت واترسب الكبر، الزنك انشط من الكبر، وهنعرف طبعا الكلام ده ان ديتيلز. بفسرها بالالكترونز، الزنك كان التشارج بتاعته زيرو، بينما الكبر كان بوزيتيف 2. يعني ايه يا مستر؟ لوزز 2 الكترونز تو كومباين وذ سلفيت، لان السلفيت نيجاتيف 2، يبقى الكبر لما دخل في التفاعل فقد 2 الكترونز اداهم للايه؟ للسلفيت. حصل ان الزنك دخل مكان الكبر، بقى الزنك هو اللي بوزيتيف 2 مع الاس او 4 نيجاتيف 2، والكبر اخد ال 2 الكترونز بتوعه بقى كبر زيرو. يعني نقدر نمسك الزنك نقول ان الزنك زيرو تحول الى زنك بوزيتيف 2 اند لوزز 2 الكترونز. البروسيس دي بنسميها اوكسيديشن. يبقى اوكسيديشن معناها لوزنج الكترونز، او معناها ال اوكسيديشن نمبر انكريز من 0 الى بوزيتيف 2. طيب والكبر يا مستر كان بوزيتيف 2، تيكس 2 الكترونز اللي فقدهم الزنك، حصل له ريدكشن بقى سي يو 0. الريدكشن معناها جيننج الكترون، او الاوكسيديشن نمبر ديكريزز من بوزيتيف 2 الى 0. يبقى هنا في انتقال للالكترون من الزنك الى الكبر، اوكي. لكن حقيقي الجلفاني ما قدرش يحصل على الكتريستي، ما قدرش يفصل الكلام ده، وقدر طبعا العالم فولتا، مش كده بنسميه احيانا جالفانيك سيل او فولتيك سيل، ان يعمل سيبريشن ما بين التو الكترودز. فعمل الجالفانيك سيل كالاتي، جاب بوتس تو بوتس، ذا فيرست
عبارة عن زنك صلفيت وحط فيها رود اوف زنك. السوليوشن الثاني عبارة عن كبر صلفيت وحط فيها رود من الكبر. وعمل كونكتنج التو الكترودز فروم اوتسايد وحط هنا مثلا اي ريسيستر وليكن لامب عشان نعمل سويتش اون ونبص اللامب المفروض انها هيحصل لها اليمينيشن. لكن لسه السيركت نوت كومبليت لان مفيش اتصال هنا ما بين التو سوليوشنز. فجاب ما يسمى بالسالت بريدج. نتكلم عن كل حاجه كده ان ديتيلز ونشوف ايه اللي حصل. اي بص نلاقي اليمينيشن لللامب يعني الالكتريك كارنت باسز فروم زنك تو كبر وحصل لايتنج لامب. السولت بريدج كونكتس ذا تو سوليوشنز وذاوت ذي دايركتلي كونكتد تو ايتش اذر. طب من اسمها كده سولت بريدج. سولت بريدج يبقى عبارة عن contain salt وممكن يبقى acid. strong electrolyte. strong electrolyte وليكن H2SO4 وليكن HCl او صوديوم سلفيت بوتاسيوم سلفيت. لكن شرط في الالكتروليت ده نمبر 1 احنا قلنا strong electrolyte. نمبر 2 it doesn't react with two solutions or two electrodes. مش هيحصل ريبليسمنت للكومبوننتس بتاعته لكن وظيفته بس هنشوف ازاي بايه بيتم التفاعل. ايه اللي بيحصل بقى في الجلفانيك سيل؟ نمبر 1 في علم اسمه نيرنست قال when we put a metal in salt solution بيحصل two process one of them اما ان الميتال loses electron ويتحول الى positive ion dissolved in the solution مثل حاله الزنك. هنا الزنك يتحول الى زنك بوزيتيف 2 وبيفقد 2 الكترونز. هيسيب 2 الكترونز 2 الكترونز 2 الكترونز على الرود اوف زنك وهنا يحصل انكريز للزنك بوزيتيف 2. والحاله الثانيه ازن كبر وكبر سلفيت قال الكبر بوزيتيف 2 من السوليوشن ينتقل الى الكبر رود وياخد منه جيز 2 الكترونز ويترسب على هيئه كبر. يبقى هنا هيحصل بوزيتيف لانه اخذ منه 2 الكترونز. اذا اصبح الرود ده نيجاتيف والرود ده بوزيتيف. فهناك بوتنشال ديفرنس بينهم. لما عملت كونكشن انتقلت الالكترونز اللي حصل اكوميليشن على الزنك تو نيوترلايز البوزيتيف تشارج الموجوده على الكبر ويمر التيار الكهربي. طيب فين بقى السولت بريدج بتعمل نيوترلايز الاكسس اين؟ هنا الزنك انكريز احنا قلنا ده سترونج الكتروليت يبقى الاس او 4 تنزل تعمل كومباينيشن مع الزنك تديني زنك سلفيت وبالتالي كونسنتريشن اوف سيس سوليوشن نوت تشينج. طيب وهنا حصل انكريز لل الترسب الكبر حصل انكريز للاس او 4 نيجاتيف 2 يبقى الاس او 4 تنتقل او ينزل لها بنقول بتنتقل عشان نيجاتيف هو اللي بيتحرك تنتقل الى الصوديوم الموجود هنا عشان تديني صوديوم سلفيت ويظل الكونسنتريشن اوف سيس سوليوشن كونستانت. بكده انتقل التيار الكهربي من النيجاتيف هسميه الانود اللي بيحصل عنده الكونسنديشن اللي بيحصل عنده الاوكسيديشن الى الكاثود اللي بيحصل عنده الريدكشن. بنحول ده يا اولاد الى اكسبريشن اوف جالفانيك. بنقول ان الزد ان نحول السهم ده الى خط كده مايل تحول الى زد ان بوزيتيف 2 واتفهمت ان المعنى ده ان اوكسيديشن وان ده انود وان فقد 2 الكترونز عشان البوزيتيف 2. وبعدين ادي السولت بريدج برسم لها بتو لاينز كده باراليلايز. السي يو بوزيتيف 2 تحول الى سي يو 0 وحصل له ايه ريدكشن. ده الاكسبريشن بتاع الجلفانيك سيل. حينا جبنا البوتنشال ديفرنس اللي هو بيعمل بوشنج للالكتريسيتي انه يمر من الانود الى الكاثود. لكن عشان اجيب الالكترود بوتنشال او الالكترود الستاندر الالكترود بوتنشال اوف اليمنت لوحده ما ينفعش. لازم يبقى في عندي تو سيلز خلاص.
فاتفق على ان احنا هناخد اليمنتس له ستاندر محدد من البوتنشال بتاعه وهو الهيدروجين، الستاندر الكترون بوتنشال بتاعه زيرو، وهنستخدم حاجه اسمها الهيدروجين ستاندر هيدروجين الكترود او شي، وده القيمه بتاعته زيرو، which is used to measure the standard hydrogen electrode of other element. ان احنا هنوصل الهيدروجين خلاص، وفي عندي هنا الفولت ميتر، وان الفولت ميتر ما بيقيس دايركتلي البوتنشال ديفرنس، لكن ما بيقيس البوتنشال، بيقيس البوتنشال ديفرنس بين التو الكترودز. طيب عايزين نشوف الستراكشر توف اوف هيدروجين الكترود ونشوف ازاي بيشتغل. في عندنا هنا الستاندر هيدروجين الكترودز، عفوا. هو انا اهم حاجه عندي ان الاولاد يبقوا عارفين يا جماعه ان السيل اكسبريشن او السيل سيمبل او السيل دايجرام، الثلاث جمل دول هم حاجه واحده، اللي هو طريقه الكتابه اللي علمها لنا مستر محمد. الثلاثه سيل اكسبريشن، سيل دايجرام، سيل سيمبل، سيل ريبريزنتيشن، هم ثلاثه اربع كلمات لشيء واحد اللي هو رمز بيعبر عن ايه اللي بيحصل عند الانود والكاثود. السلاش الواحده معناها جانكشن بتوين ذا ماتر اند اتس ايونز، والدبل سلاش مينز سولت بريدج. ولما اقول درو، لما اقول لي درو مش ارسم ده، لا درو نرسم درو برسم درو الاكسبريشن، غير ما يقول لي طب ارسم الجالفانيك سيل. ودي طبعا كان مثال لواحد اسمه دانيال عمل الدانيال سيل بتاع شي او ستاندرد هيدروجين الكترود. طب احنا قلنا حسب ما قلنا نيرنست، انا عاوز رود من الاليمنت ومحطوط في سوليوشن يحتوي على الايونز. طيب انا عندي الايونز اوف سوليوشن سهله، الايونز اوف سوليوشن يا اولاد هي عباره عن الاسيد. يبقى انا بجيب هنا HCl concentration 1 مولار سوليوشن، يبقى ده سوليوشن اوف اي اسيد ويكون سترونج اسيد. فعندي الاتش سي ال او الاتش 2 اس او 4، ولكن يبقى 1 عشان يديني القيمه اللي هي زيرو. الهيدروجين جاز صعب ان انا احوله الى ليكويد خلاص، فبنعمل ايه؟ بنجيب بلاتينيوم شيت وبنقول كفرد باي بلاك سبونج بلاتينم. واي بلاك سبونج بلاتينم؟ لانه هاز ابيليتي تو ادزورب، ادزورب يعني يلزق على سطح يا ولاد، مش يمتص، يمتص ابزورب، لكن ادزورب بنسميه بالعربي امتزاز او ادمصاص، معناها ان الجاز collected on the surface of the platinum. الله. طب انا بجيب البلاتينم ده المساحه بتاعته 1 سنتيمتر سكوير، يبقى كان انا جبت عند الرود بتاع الهيدروجين، جاب الهيدروجين طبعا من اي تفاعل، الجاز يدينا هيدروجين، اسيد مع ميتال يدينا هيدروجين، 1 اتموسفيريك بريشر، ولازم الكونسنتريشن 1 مولر عشان تديني القيمه زيرو، الفاليو زيرو. هيمر هنا غاز الهيدروجين، يبقى ده عند الالكترود ما بين الهيدروجين والهيدروجين ايون، فبنعمل كونكشن اهو بالسيل الثانيه، امر على الفولتميتر واوصله، عاوز اقيس الزنك، عاوز اقيس الكبر، عاوز اقيس الالمنيوم، وات ايفر اللي انا هقيسه. الفاليو بتاعت الهيدروجين دي زي ما قلنا عباره عن كام؟ عباره عن زيرو. لو ان الهيدروجين هاير بوتنشال عن الاليمنت اللي انا هعمله، هيبقى في الحاله دي اكت از انود. اكت از انود هيبقى عامل ازاي بقى؟ نكتب الايه؟ الاكسبريشن بتاعه لما يتفاعل كانه انود. اذا كان هاير اوكسيديشن هيبقى الهيدروجين، الهيدروجين H2 تحول الى 2H بوزيتيف، وهنا الاليمنت الثاني ده بيبقى في الحاله دي اوكسيديشن واكت از انود لما يبقى هاير اوكسيديشن بوتنشال. طيب لو كان لو الاوكسيديشن بوتنشال، لا هيبقى 2H تتحول الى H2 خلاص، وادي السولت بريدج، وفي الحاله دي يحصل ريدكشن وهيشتغل كانه ايه؟ كاثود. إذا كان الإليمنت اللي أنا بقيسه more than has higher oxidation than hydrogen. بقيت نقطة أخيرة، sometimes بيقول لي كده سؤال جيفريسون، sometimes ال SHE standard hydrogen octode not equal zero. لو كان الأتموسفيريك بريشر not equal one، ولو كان الكونسنتريشن not equal one. عشان أوصل إلى قيمة للهيدروجين equal zero، لازم يبقى الهيدروجين البريشر of hydrogen 1 atmospheric pressure والكونسنتريشن of hydrogen 1 كونسنتريشن 1 مولر. طيب يبقى انا الهيدروجين الكترود عرفنا ان الفاليو بتاعته زيرو، وان تركيبه ايه، وبيستخدم عشان تو جيت الستاندرد هيدروجين الكترود اوف اذر اليمنتس.
فطبعا حصل arrangement للelements according to their oxidation potential أو their reduction potential، ونتج عندي الelectromotive series. طبعا أنت مش بطالب إنك تحفظها، لكن أقول لك على حاجات مهمة فيها. arrangement of elements in ascending order أو descending order، بس حسب إيه بقى؟ لازم نحدد. لو قلنا ان هو لكن مجال منزن كر فصدقوني ليد ثم الهيدروجين، انا كتبت يعني طبعا في إلمنت تانية، وبعدين عندي سوهاج اج باتو سوهاج اج، بعدين في عندي البلاتينيوم والجولد. هكتب بس هاخد تو اليمنتس كده، هاخد هفترض ان الزنك، هقول ان الاكسيديشن بوتنشال اوف زنك 0.76 والاكسيديشن بوتنشال اوف كوبر نيجاتيف 0.34. يبقى لما اتكلم على الاكسيديشن بوتنشال ارينجمنت اوف اليمنتس، ها القيمة بيحصل لها ديكريز، يبقى descending order according to their oxidation potential. طب خدت من الناحية التانية الريدكشن، لاحظ ان الريدكشن هي نفسها الفاليو بتاعت الاكسيديشن ولكن in opposite sign، يعني الريدكشن بتاع الزنك نيجاتيف 0.76 فولت والكبر بيبقى positive 0.34 فولت. يبقى ممكن اقول arrangement of element in ascending order according to their reduction potential. دي صح ودي صح، تعريف الالكتريك. استفيد من ايه بقى في الالكتروكيميكال سيوس؟ نمبر 1، الاليمنتس ان ذا اباف اوف ذيس سيريس كان ريبليسز الاليمنت اندر ات، يعني الليثيوم يحل محل الصوديوم، الصوديوم كان ريبليسز المنجنيز، الزنك زي ما احنا خدنا في الاكزامبل حل محل الكبر، ريبليسز الكبر. الاوبوزيت ما يحصلش، العكس ما يحصلش، يعني ما اقدرش اقول كبر زائد زنك سلفيت نو رياكشن، ما ينفعش الكبر ريبليس الزنك لانه تحت الزنك. نمبر 2، as the difference between او the distance between the two elements increases، كل ما كان الاي ام اف الالكتروموتيف فورس كان اكبر كل ما كان يديني هاير الكتريستي. نمبر 3، الاليمنتس ان ذا اباف اوف ذا ثيريس مع الاليمنتس اللي اندر لما اعمل منها الكتريك سيل هتمثل الاعلى الانود وتبقى نيجاتيف ساين، واللي تحت هتمثل الايه؟ الكاثود وتبقى البوزيتيف. اخر حاجه انتقال الالكتريستي لو في عندي ابر ولور، من الابر الى اللور، ويحصل عند الابر الاكسيديشن وعند اللور يحصل الايه؟ الريدكشن. ده بالنسبه للالكتروموتيف سيريس. طب ما بالمره جنبها نكتب الثلاث قوانين بتوع الاي ام اف عشان بعد ما نخلص خالص بقى في اخر الشابتر نبقى نعمل المثال. نيجي نقول ازاي بقى بنجيب الاي ام اف. نمبر 1، الالكتروموتيف فورس او ذا ديفرنس بتوين تو الكترودز او ذا انرجي ويز درايف ذا الكتريستي ان ذا كلوزد سيركت. اول حاجه بيبقى الديفرنس بتوين تو اوكسيديشن او الديفرنس بتوين to reduction. Number 3، أو ال oxidation of anodes plus a reduction of cathode. هاي لازم ال EMF تبقى positive value عشان تبقى galvanic cell ويبقى التفاعل spontaneous، لكن لو طلعت بالنيجاتيف ما تبقاش جالفانيك، يبقى الكتريتيك سيل والتفاعل نون سبونتانيوس. عشان كده تذكر لما اجي اقول الديفرنس بتوين تو اوكسيديشن ابدا باللي حصل له اوكسيديشن، يعني ابدا بالانود. لما اقول الديفرنس بتوين تو ريدكشن ابدا باللي حصل له ريدكشن، ابدا بالكاثود. او افضل ان انا اقول الاوكسيديشن اوف انود بلس الريدكشن اوف كاثود. لو طلعت قلنا الفاليو بوزيتيف يبقى دي جالفانيك سيل والتفاعل ده سبونتانيوس
يعني بيحدث it occurs. لو طلعت بالنيجاتيف يبقى نون سبونتينيوس, وهيبقى المس هتدينا ان شاء الله مسائل على الكلام ده. نيجي نتكلم بقى على الاكزامبل, التطبيقات الابلكيشن, وبعدين نشوف ايه القوانين بتاعه المسائل لما نيجي نتكلم عنها. الابلكيشن احنا قلنا في عندي برايمري جالفانيك سيل وفي عندي سكندري جالفانيك سيل. تعال نشوف كده مع بعض البرايمري جالفانيك سيل. البرايمري جالفانيك سيل يا اولاد كان نوت بي ريتشارجد. فعندي مثال الميركوري سيل وعندي الفيول سيل. عفوا ده اكزامبل للشكل بتاع الجالفانيك سيل او زنك سلفيت والكبر سلفيت وده السولت بريدج بينهم. نيجي نشوف الميركوري سيل. ادي الميركوري سيل, لكن انا ببساطه هبتدي اخد الميركوري سيل بشكل ابسط. هنقول ان هي مكون من ايه, مين الانود, هو عباره عن الزنك اهو, زنك ده الانود زد ان. مين الكاسود؟ اتش جي, ادي الاتش جي الكاسود ببساطة كده اتش جي او ميركريك اوكسايد. طيب فين الالكتروليت؟ الالكتروليت هنا بين التو الكتروز اللي هو الكي او اتش. هنا بيتكون عند الميركري وده بويزنس سبستانس, فلازم تبقى كلوز كيرفلي باي ستيل مثلا. ده الميركوري سيل, ده الموجود طبعا في الواتش, في التايز, في حاجات كثيره جدا. الكلوكس مثلا هتلاقي فيها الميركوري سيل. يبقى عرفنا الانود وعرفنا الكاثود وعرفنا الالكتروليت خلاص. طيب بيديني الاي ام اف 1.35 فولتس, وقلنا دي بتخلص بتترمي ما بتجددش. طيب نشوف كده الرياكشن بتاعتها. عند الانود الزنك بيتحول الى زنك بوزيتيف 2 وبيفقد 2 الكترونز, وعند الكاسود ال HG positive 2 بيتحول الى HG 0. ادي الاكسبريشن بتاع الجالفانيك, وادي التوتال ايكويشن ZN plus HGO ديني ZNO plus HG. ZN حصل له اكسيديشن يبقى هو الانود, ال HG هو حصل ريدكشن بقى ال HG هو الايه الكاسود. نيجي نتكلم على الفيول سيل. انا عايز اقول حاجه اولادي الطلبه انه الفيول سيل هي ان شاء الله واحده من النومينيز او المرشحين ان شاء الله تيجي يوم الاربع. الفيول سيل لازم تبقى عارف كل حاجه فيها, وهي روكت سيل هي doesn't store energy, وده وجه الاختلاف بينها وبين اي جالفانيك سيل انت هتاخدها. يعني اي جالفانيك سيل من ضمن صفاتها store energy, الفيول سيل doesn't store energy. الانود والكاثود الاثنين بورس جرافايت, بس الاثنين البوروس جرافايت او البوروس كربون عند الانود بندخل فيه هيدروجين جاز, وعند الكاثود بندخل فيه اكسجين جاز. فانا لما يسالني مين الانود انا ممكن اقول بوروس جرافايت ان ويتش هيدروجين جاز كان باس ذا الانود, او الكاثود بوروس جرافايت ان ويتش اكسجين جاز هاز باس. هي سورس اوف انرجي ووتر, لان الووتر اللي بتطلع بتبقى ستيم, فالستيم ده لما بيحصل له كوندنسيشن بيتحول الى ليكويد ووتر, وتبقى كلين ووتر كان بي درينكبل باي ذا استرونوتس. الاسترونوتس يقدروا يشربوها عادي جدا. فهي سورس اوف انرجي وسورس اوف درينكبل ووتر, ماء الشرب. هي دي اهم مميزات الفيول سيل, ودي واحده من المرشحين انها تيجي عليها اسئله كريبريزنتنج للسيلز في امتحان الثانويه العامه ان شاء الله يوم الاربعاء باذن الله بالتوفيق. انا اسفه اني قطعت حضرتك. لا لا كويس, جود ثانك يو. هنقول كده زي ما قالت المس, هنا ادي البوروس جرافيت. انا عندي اعرف في السيل, لازم في كل سيل اعرف الانود الكاثود الالكتروليت الاي ام اف, الرياكشن عند الانود الرياكشن عند الكاثود التوتال رياكشن, واعمل دروينج. ادي الثمان حاجات اللي احنا بنتكلم. هنا احنا قلنا ان الانود هيدروجين جاز والكاثود الاكسجين جاز خلاص. طبعا ممكن الاكسجين ده مصدره بيبقى الووتر. الفيول بتاعه الفيول سيل دي هو الهيدروجين, ونتيجه تفاعل الهيدروجين مع الاكسجين بيدي ووتر, فبتطلع كميه كبيره جدا من الانرجي. طيب هنا في الالكتروليت هو عباره عن كي او اتش. كي او اتش
الرياكشن عند الانود الهيدروجين مع 2H2 مع 4OH نيجاتيف ايون بيفقد 4 الكترونز بيتحول الى 4H2O ووتر. وعند الكاثود اللي هو الاكسجين يبقى الO2 جاز بيتحد مع الاثنين مولكيولز من الووتر مع الفور الكترونز وبيديني الفور او اتش نيجاتيف ايون. يبقى في النهايه التوتال رياكشن هيدروجين 2H2 مع اكسجين O2 يديني 2H2O 2 ووتر، والاي ام اف بتكون حوالي 1.23 فولت. نمبر 3، وانا بقى برشح الكارباتري بس انها تيجي لانها سهله وبسيطه. الكارباتري والليثيوم ايون باتري دول من السكندري. يعني ايه سكندري؟ يعني كان بي ريتشارجد. عارفين بطاريات العربيه ممكن بتفضى بعدين نرجع نشحنها تاني وفيها طبعا انديتيلز كتير. هي كل سيل منهم بتديني 2 فولت، واحنا عارفين ان البوتنشال ديفرنس او الفولتس بتاع الباتري بيبقى 12 فولت، عشان كده هي مكونه من 6 سيلز كل واحده 2 فولت، يبقى 2 في 6 بيديني 12. طيب هي طبعا انود وكاثود. طيب مين الانود؟ الانود بي بي ادي الليد. مين الكاثود؟ الكاثود بي بي او 2. انا اسف قطعت حضرتك يا مستر محمد. الو، معانا تليفون للاسف فقدنا الاتصال، معلش كمل. انا اسف قطعت حضرتك. قطعنا من بدري ماشي ان شاء الله يتصل تاني. خلاص، يبقى دي عندي الليد ده الانود، والليد اكسايد ده الكاثود، الالكتروليت السلفوريك اسيد، عشان كده دي بنسميها ليد اسيد باتري. ليد عشان موجود الليد، واسيد عشان موجود فيه الاسيد. وفي النهايه كل الانود متصلين ب ادي البوزيتيف الانود، ادي الانود اللي هي باللون الفاتح دون، ده بيبقى النيجاتيف، وادي الكاثود بيبقى الايه البوزيتيف. طيب ايه الرياكشن اللي بيتم؟ اول حاجه ان الليد خلاص بيحصل له اكسيديشن لان هو الانود، ويديني بوزيتيف 2، ثم يتحد مع الاتش 2 اس او 4 في اتصال. لا انا بعتذر يا مستر محمد على مقاطعه حضرتك، احنا ان شاء الله في لا في فاصل باذن الله، و wait for you after the break. Welcome back dear students after the break. احنا كنا وقفنا مستر محمد عند مكونات الليد اسيد باتري، الانود والكاثود، وبيحصل ايه في والالكترولايت بيحصل له ايه. اتفضل حضرتك. نشوف الايكويشن اللي بتحدث. خلاص، هو الليد كانود بيحصل له اوكسيديشن، البي بي بيتحول الى بي بي بوزيتيف وبيفقد 2 الكترون، فبنقول ان البي بي بوزيتيف يتحد مع الاس او 4 من السلفوريك اسيد، وفي 2 سلفوريك اسيد يتحد مع 1 ويديني البي بي اس او 4 بلس 2 الكترونز، وده يعتبر اوكسيديشن. عندي البي بي O2 مع ال 4H positive مع ال SO4 negative الثانية، ده عند الكاثود هيديني negative 2، هيديني ال BB SO4 plus 2 water. يبقى لما نعمل plus لل 2 equations هيديني التوتال equation اللي هي ال BB plus BBO2 plus 4H positive ion plus 2 SO4 negative 2 discharge. يعني يديني الالكتريسي ويتحول الى 2 ليد سلفيت و 2 اتش 2 او. طبعا في حاجات كتيره تفاصيل، يعني مش عشان بس الوقت، ان الكونسنتريشن لما يقل نتيجه تكون الووتر، او لما السبستانس الليد والليد ده سايب بيقلوا، يبقى في الحاله دي عاوزين نعمل ريتشارج للباتري، فبنوصلها بسورس اوتر سورس اوف الكتريسي هاز هاي بوتنشال ديفرنس سلايتلي مور ذان ذا بوتنشال ديفرنس اوف ذيس باتري، فبنعمل ريتشارج. يبقى بتعكس ان البي بي اس او 4 مع الوتر يرجع تاني يديني الليد
وبي بي او 2 مستر محمد انا اسف اقطع حضرتك هو انا لو كتبت ال 4 اتش بوزيتيف وال 2 اس او 4 2 نيجاتيف كتبتهم 2 اتش 2 اس او 4 صح طبعا okay. هو اسم يبقى كده صح طب خلي بالكم ولادي الطلبه انه احنا اصلا بنعرف الجاهزيه البطاريه او ان البطاريه شغاله او لا منين عن طريق ميجرنج ذا دنسيتي اوف سلفوريك اسيد بجهاز اسمه الهيدروميتر لو لقينا الدنسيتي لاز ذان 1.2 تبقى الباتري نيد تو بي ريتشارجد لو لقيناها 1.28 لغايه 1.3 تبقى فولي تشارجد كده كده البطاريه بيحصل لها تشارجنج فيرست باي فيرست ان ذا كار يوزنج ذا داينامو او الدينامو الدينامو اللي في العربيه هو كده كده بيشحن البطاريه اول باول يعني طول ما العربيه ماشيه البطاريه بتتشحن وانس ما العربيه قعدت واقفه لمده طويله كده البطاريه بتنام وبتحتاج انها يحصل لها ريتشارجنج زي ما مستر محمد قال عن طريق توصيلها ب outer source of electricity of slightly higher potential معنى كده انها during the discharging هي galvanic cell و during the recharging هي electrolytic cell اللي هي MF بتاع كل 2 سيل هي فيها 6 سيل كل سيل ب 2 فولت يبقى 6 سيل ب 12 فولت في عربيات زي العربيات النقل بتبقى 24 فولت لما بتكون موصلين 12 سل وكل واحده ب 2 فولت يبقى التوتال اي ام اف هتبقى 24 فولت بس دي كيس لكن العادي لو اتسالت ان هم 12 فولت 6 سل كل واحده ب 2 فولت بالظبط 2.05 فولت في عندي بقى بطاريات صغيره بقى بتاعه الموتوسيكل بتاع التكاتك والحاجات دي المختلفه أوكي. طيب نيجي نتكلم بعد كده على الليثيوم ايون باتري برضه مرشح ايوه كله انا اللي مرشحاهم ليثيوم اين باتري والفيول سيل والليد اسيد باتري هم دول اللي انا مرشحاهم يوم الاربعاء ان شاء الله الليثيوم اين باتري الليثيوم اين باتري الانود عباره عن الليثيوم كاربايد الاي سي 6 والكاثود عباره عن الليثيوم ميتال اوكسايد لايك الاي سي او او 2 طيب اللي عندي الالكتروليت الاي بي اف 6 خلاص هيكسا فلورو ليثيوم فوسفيت او فوسفورس والرياكشن اللي بيتم عند الانود ان ال اي كاتب هنا التوتال رياكشن طبعا ادي ازاي تشتغل انتقال الليثيوم هنشوف في كتابه الايكويشن ازاي الليثيوم بينتقل ما بين الكربايد او ما بين الكربون وما بين الميتال اوكسايد عفوا التوتال رياكشن هو عباره عن ايه اللي بيحصل عند الانود ان ال LIC6 ال LIC6 بيحصل له اوكسيديشن ويفقد الكترون يبقى LI بوزيتيف والكترون وتبقى ال C6 طيب نيجي نشوف عند الكاثود اوكي نيجي نشوف ال LI خلاص COO2 هو كان كوبالت اوكسايد كوبالت اوكسايد وبياخد الالكترون وبياخد الليثيوم بوزيتيف اين عشان يديني ال اي سي او او 2 يبقى لما بنعمل هنا طبعا ريدكشن عشان ده الايه الكاثود لما بنعمل التوتال رياكشن هيبقى ال ال اي سي 6 بلس سي او او 2 ديستشارج هيديني الليثيوم كوبالت اوكسايد زائد الكربون ريتشارج هيرجع تاني الليثيوم يسيب الكوبالت اوكسيد ويتحد مع الايه الكربون يعني زي ما احنا عاملين كده يا اولاد هنا ديستشارج هيديني الليثيوم اين ليثيوم اين يروح للالكترونيد يتحد مع سي او 2 الريتشارج او تشارجنج بيرجع تاني الليثيوم يفقد الميتال اوكسيد ويروح يتحد مع الكربون عشان يديني ليثيوم كاربايد ده بالنسبه للسيلز المختلفه الجالفانيك سيلز احنا كده فاضل لنا فارادي وفاضل لنا الاي الابلكيشن الكروجن نتكلم على الايرو فاضل لنا لسه الكروجن ده مهم لان برضو يا جماعه الكروجن ان شاء الله يوم الاربعاء هيتلاقي عليه جزء اسئله سواء الاوفرول ايكويجن سواء الطرق البروتكشن انودك او كاثوديك ما تنسوش ان جوه الانودك بروتكشن في طريقتين يا اما ساكريفيشال بروتكشن عن طريق ان انا شيبس تشيسز بحط عليها مغنيسيوم يا اما عن طريق الجلفين ايرن جلفينايزيشن زي في الرودز بتاعه البريدج او حديد الكباري بنحط ايرن جلفينايزيشن
بالنسبه للكاثوديك بروتكشن بنبقى بنعمل بليس اكتيف ميتال، يعني التانيين الانوديك كانوا مور اكتيف ميتال ذان الاير، لكن الكاثوديك بليس اكتيف ميتال زي التين، وده ان شاء الله مستر محمد دلوقتي هيكلمنا عليه، لانه الكروجن ان شاء الله جاي يوم الاربع لازم يمثل بسؤال، دي اكيد ان شاء الله. يعني كل حاجه بنقولها هتيجي بقى يا مس. ما اللي احنا بنقوله جاي ان شاء الله. يعني انا تابعوني كده، لو مسكتوا الفيديوهات بتاعتنا كده كلها هتبقوا عارفين الامتحان يوم الاربع فيه ايه باذن الله. زي ما قالت المس بالنسبه للانوديك كفرنج والكاثوديك، احنا قلنا الانوديك بنعمل كفرنج بمور اكتيف، يا اما ممكن نوصله بزنك او نغطيه بالزنك يبقى جالفانيزيشن، او بنوصله بالمغنيزيوم يبقى ساكريفيشال الكترود، بحيث ان الانود هو اللي بيتاكل وبيحافظ على الاير. بينما الكاثوديك بنغطيه زي ما قالت المس بالتن ليس اكتيف خلاص. لكن هو مشكله التن اللي هو الكاثود، لو حصل كراش او كراكينج او خدش او اي حاجه وحصل ان اتعرضت الطبقه الخارجيه، فبيحصل بسرعه الاير يتاكل لان هو هيمثل الانود. اسفه لمقاطعه حضرتك. السلام عليكم، مين معايا؟ وعليكم السلام، انا امنيه. ازي حضرتك يا مسرش؟ ازيك يا امنيه، انت منين يا امنيه؟ من جيزه ان شاء الله. اهلا وسهلا يا امنيه، اهلا بحضرتك، اموريني يا حبيبتي. معلش انا كان عندي بس سؤالين. اتفضلي. دلوقتي البوتنشال، الاوكسيديشن بوتنشال او الريدكشن بوتنشال في بعض السيلز بيبقى مكتوب جنب كل حاجه، مثلا بتاعه الاكسجين او الهيدروجين ليها الاوكسيديشن بوتنشال او الريدكشن بوتنشال بتاعها، هل انا مطالبه ان انا احفظه ولا احفظ الاي ام اف بس بتاع كل سيل؟ اللي انت بتتكلمي على الجلفانيك سيلز اللي عندنا في كتاب المدرسه. لا، انت مطالبه تحفظي الاوكسيديشن بوتنشال بكام والريدكشن عند كل ايكويشن والاي ام اف بتاعت السيل كلها. يعني عفوا، يعني انت يا ماما مش هتحفظي حاجه، هو بيديك القيمه بتحفظيها دي، انت كل اللي بيحصل هيديك التو فاليوز بتاع التو اليمنتس. لا لا، هي مش بتتكلم على مسائل، هي مش بتتكلم على مسائل، بتتكلم على السؤال اللي جه من سنتين. فلما جه سالهم الاكسديشن بوتنشال بتاع الهيدروجين في الفيول سيل، في السيلز كان علينا. صح كده، انا صح يا امنيه؟ ايوه انا قصدي على كده. بس ليني وبينك بصراحه، السؤال لما جه كان اللي حطه بصراحه استاذ، يعني عجبني. ليه بقى؟ لانه كان جايب لك، انت عارفه ان الهيدروجين احنا كنا هنقول بوان، لا كنت هقوله بزيرو. لا طبعا، بس عشان هو كان بيقول ان ذا فيول سيل، بلس بقى انه كان الاجابات كده. خدوا بالكم الحته دي، بلس ان الاجابات اللي كانت في الاختيارات كان حريف بصراحه. ليه بقى؟ لانه كان هو بيقول انت الهيدروجين انود وهو طالب الريدكشن بوتنشال بتاعه. فالمفروض الريدكشن بوتنشال بتاع الانود يبقى بالنيجاتيف. ايوه، فالاختيارات كلها كانت بالبوزيتيف ما عدا اختيار واحد كان بالنيجاتيف. يبقى كان منطقي تختاريه ده عشان يدعم فكره ان انت مش هتحفظي. بس بيني وبينك يعني برضو ريحي دماغك شويه والارقام دي تبقى معديه معاك. يعني الزنك بوزيتيف 0.76، الهيدرو الكبر ب بوزيتيف 0.34، ده ريدكشن. فاهمه قصدي؟ فاهمه حضرتك. ايه تاني يا امي؟ طب معلش، هو في سؤال تاني. هو دلوقتي الستيتس بتاعت في الاورجانيك ايكويشنز ممكن احفظها ولا ممكن اخمنها كده؟ يعني اخمنيها بس جنرال. انت مش مطالبه بالفيزيكال ستيت في الاورجانيك، انت مطالبه بيهم في الان اورجانيك، صح كده مستر محمد؟ هيجي بس اسئله جيف ريزون بينهم او حاجه زي كده او كومبارزن. بتتكلم على الفيزيكال ستيت، ان احنا نكتب في الايكويشن الفيزيكال ستيت. الفيزيكال ستيت في الاورجانيك انت مش مطالبه بيها اصلا. شابتر 3 احنا ملزمين بيها علشان اعرف اذا كان ريفيرسال ولا لا. انت طبعا في شابتر 3 مطالبه بالفيزيكال ستيت عشان تعرفي تكتبي الكي سي، او ايه الحاجات اللي تكتبيها وايه اللي ما تكتبيهاش. تمام. حاجة تانية؟ لا شكرا يا مستر، شكرا يا مستر. تحت امرك يا امنية، شرفتينا بسؤال. طيب نشوف بقى، انا عاوز اشوف الايه الميكانيزم اللي بيتم بالنسبة للرياكشن في الراستنج او الكروجن. اول حاجة ان الاير بيحصل له اوكسيديشن لانه هيمثل هنا الانود، ويفقد 4 الكترون، 2 اف اي يديني 2 اف اي بوزيتيف 2 يديني ايرون 2 و4 الكترونز. الاكسجين كومباين ويز 2 الاكسجين جاز كومباين ويز 2 H2O مع الفور الكترونز عشان يديني 4 OH نيجاتيف، يبقى البروسيس دي هتبقى عمليه ريدكشن. الايرن بوزيتيف 2 التو ايونز كومباين ويز الفور OH نيجاتيف ايون عشان يديني 2 FeOH all by 2 ده سوليد سبستانس اللي هو الايرن هيدروكسيد، ايرن 2 هيدروكسيد. الايرن 2 هيدروكسيد في وجود الاكسجين هاف او 2 في وجود الووتر هيتحول الى اف اي او اتش او باي 3، وهو ده الايه الراستنج اللي هو الايرون 3 هيدروكسيد. اذا لما اعمل نجمع الايكويشنز دي مع بعض هنبص نلاقي ان ال2 اف اي سوليد مع الووتر اتش 2 او مع 3 اوفر 2 1 اند هاف اكسجين جاز يديني 2 اف اي او اتش او باي 3. ده الميكانيزم اللي بيتم اذا طلب مني
بالنسبه للايه للكروجن. وطبعا معنى كلمه كروجن decays of the metals او chemical decay او chemical corrosion او chemical decomposition of the metal by the effect of the surrounding. ده تعريف كلمه كروجن او اللي هو الراستنج الصدى، عشان برضو التعريف ده موجود كتير في الامتحانات. خلي بالكم النظري اللي احنا بنقوله انا مش هتطرق له في الاسئله اللي هو ديفاين والحاجات دي، مش هتطرق لها، انا هتطرق للاسئله اللي فيها افكار زي المسائل اللي احنا ما غطيناهاش، غير قلنا القانون لكن ما غطيناش افكار المسائل. طيب ده بالنسبه للكروجن. الكروجن طبعا بيعمل ديزاستر في انه بيعمل لوس في الايكونوميك فاليو بتاعه الميتال. تخيل نفسك عامل كوبري ومكلفه وبيبقى فيه رصاده، ده مشكله. فطبعا احنا الوقايه خير من العلاج. في الميثودز اوف بروتكشن يا اما بالكوتينج عن طريق البينتينج او البوليش او الفارنش، يا اما عن طريق الجالفانيزيشن اللي هي الانوديك او الكاثوديك، وقلنا الجالفانيزيشن يا بزنك يا اما السكريفيشال بروتكشن بمغنيزيوم، ودي بتبقى ميتالز مور اكتف، يا اما بالتين وده بيبقى less active لانه بيأكت as كاثود لكن الايرن بيأكت as انود. فعشان كده الانوديك بروتكشن better than الكاثوديك، لانه في الانوديك استحاله الايرن يراست الا اذا كل الانود اللي هو الزنك او المغنيزيوم اختفى. لكن في الكاثوديك بروتكشن لو حصل small scratch في التين layer الايرن لازم هيصدي. ده كده الكروجن بالبروتكشن بطرق الحمايه. لا واحنا بس درسنا دون في الجالفانيك سيل، لان هي الايرن مع السبستنس الاخرى بيحصل لها بتشتغل كانها ايه جالفانيك سيل. وطبعا طبيعي ان احنا عندنا الايرن غالبا بيبقى الوي، يعني ديفرنت اليمنتس ميكس ات توجذر، الاثنين مختلفين في البوتنشال ديفرنس، يبقى هتعمل ايه؟ هتعمل الجالفانيك اكسبريشن. معانا تليفون. ايوه اتفضل. الو. ايوه السلام عليكم. مين؟ وعليكم السلام. مين؟ نور. اهلا يا نور، منين يا نور؟ مدينه نصر القاهره. اهلا وسهلا يا نور. ايه كنت عايزه اسال دلوقتي، ما بعرفش عن الهول هاوس كان يديفرنشيت، دايما بتلخبط فيه. هاو كان يديفرنشيت بتاع شابتر 2؟ اه. طيب عامه انا احيانا بيجيبه في الاورجانيك. وفي الاورجانيك. طب بصي يا نور عشان ارد عليكي، هو دلوقتي انت اول حاجه الالوان، يعني تبقي مذاكره الالوان ومذاكره الحاجه الكومن اللي بين الاثنين اللي انت هتعمليهم. يعني مثلا لما يقول لك باريوم فوسفيت وباريوم سلفيت، انت عارفه ان دول بريسيبيتيت، فيبقى الوايت بريسيبيتيت، يبقى التفريق اكيد مش باللون، هيبقى التفريق مثلا بالسولابيليتي في الدايليوت اتش سي ال. الفوسفيت بيدوب، السلفيت ما بيدوبش، ده كمثال. بس انا عشان برضه ابقى اونست معاكي، الجزء ده احنا طبعا تطرقنا له امبارح، لكن ان شاء الله اوعدك في الحلقه الفاينل اللي هي بتاعت يوم الثلاث هغطي لك الجزء ده كله، فتابعينا لان انا النهارده براجع 3 و4، وبكره ان شاء الله اورجانيك، وهعمل لك الديفرنشيشن بتاع الاورجانيك بكره. هيتبقى لك يوم الثلاث في ذمتي ان انا اعمل لك الديفرنشيشن بتاع شابتر 2 تاني. اتفقنا يا نور؟ اتفقنا. شكرا. عايزه حاجه تانية؟ ولو عندها اسئله تحضرها. لو عندك طيب لو عندك اسئله حضريها وتابعينا معانا كده ان شاء الله، واحنا هنجاوب على كل اسئلتك. تمام. شكرا. تمرين يا نور. مع السلامه حبيبتي. احنا كنا وصلنا الى انه هنوصل بقى للقوانين بتاعتنا فاراداي والابلكيشن. انا بس عايزه اعمل الثلاثه ابلكيشن سريعا. ليه؟ لانه الثلاثه ابلكيشن برضو ابلكيشن منهم واحد او اثنين بيجوا في الامتحان. انت كده الامتحان معاك. أوكي. انت لما اتبعنا من امبارح انت الامتحان معاك، ولسه في الحلقه الفاينل هقول لك قبل ما تنام تعمل ايه. يعني هتبقى ان شاء الله، يعني طبعا مش هكذب عليك واقول لك الامتحان معايا، لا طبعا دي التوقعات بعد سنين خبره واطلاع على الامتحانات، بس ان شاء الله ربنا يوفق. احنا بقى لنا سنتين الحمد لله او اكتر، ثلاثه كمان الحمد لله، التوقعات اللي بنقولها في البرنامج بيصدق حدسنا وبتيجي في الامتحان. فان شاء الله تابعنا في الحلقه الفاينل، احنا كل حلقه بنقول لك اللي جاي، هنجمع كل ده ان شاء الله في حلقه سر التفوق اللي هي بتاعت ليله الامتحان ان شاء الله. اتفضل يا مستر. نشوف الابلكيشن على الالكتروليتيك سيل. في عندي ثلاث حاجات. نمبر 1 الالكترو بليتنج، يعني بليتنج اليمنتس باي الكتريستي، وعندي بريبريشن اوف اليمنتس، فعندنا بريبريشن اوف الومنيوم، والبيوريفيكيشن عندنا اكزامبل على بيوريفيكيشن اوف كوبر. نشوف لو انا عندي اي اوبجكت سي مثلا جاج، وعاوز اعمل له بليتنج بالسيلفر او بليتنج بالجولد وات ايفر. اهم حاجه نمبر 1 بحضر الكتريتيك سيل تحتوي على الباتري، خلاص ده سورس اوف الكتريسيتي، وعندي الاوبجكت اللي انا هعمل له بليتنج، والاليمنت او الميتال اللي انا هعمل بليتنج بيه، انا هطلي بيه، انا هنا هطلي هنا الجاج بالسيلفر. لازم اول حاجه في الدروينج او التيك كير في الالكتريك سيركت ان الاوبجكت اللي انا هطليه يبقى في الكاثود، يبقى في الرسمه كده اوصله بالنيجاتيف،
يمثل هذا كسل. والاليمنت اللي هعمل بيه بليتنج اذا كان سيلفر او اذا كان جولد هعمل له في الانود عند ايه متصل بالبصري. والسوليوشن يبقى وان اوف ذا انود سوليوشن، يعني هطلب السيلفر يبقى اجيب سيلفر نيتريت مثلا او سيلفر كلورايد، هطلب الجولد يبقى اجيب جولد سلفيت جولد كلورايد وات ايفر. خلينا كلنا في النيتريت يا جماعه في الامان عشان اي نيتريت بيدوب، يعني خلي السوليوشن بتاعك نيتريت دايما، جولد نيتريت كوبر نيتريت سيلفر نيتريت سيلفر نيتريت، وطبعا هو زيه زي الانود دايما، فخلينا في النيتريت امان عشان اي نيتريت بيبقى صلب. طيب. نيجي نشوف بعد كده، بعد ما بعمل الدروينج ببتدي اشوف الايكويشن اللي بتحصل عند الانود، عند الانود وعند الكاثود. عند الانود دايما احنا قلنا الانود بيحصل اوكسيديشن، فالسيلفر يتحول الى سيلفر ايون اند لوز الكترونز. السيلفر ايون هيروح عند الكاثود اتراكت الكاثود لانه بوزيتيف هينجذب للنيجاتيف، هيروح عند الكاثود هيحصل ايه؟ خلاص الكاثود بيحصل دايما ريدكشن، الاي جي بوزيتيف ايون جينز الكترون وبيترسب على هيئه اي جي فسراوند ذا اوبجكت، يحيط بالاوبجكت فروم الاوتر سيرفس كله وتغطي بطبقه من السيلفر. هنا بقى التحكم في الاماونت اوف سيلفر اللي هيترسب او التحكم في الثيكنس بتاعتها بيتوقف على الاكسبيرمنت وعلى البوتنشال ديفرنس والاماونت اوف الكريستي اللي بتعدي. وباي ذا واي الالكتروبليتنج هي ابلكيشن لفاراداي فيرست لو اللي هو اللي دايركتلي بروبورشنال للبريسيبيتيتد ماس. Preparation of aluminum. احنا عاوزين نحضر الالومنيوم فبيجيب برضو الكتريتك سيل. ادي الكتريتك سيل خلاص، ادي البوزيتيف وادي النيجاتيف، ادي البوزيتيف الانود وادي النيجاتيف الكاثود. طيب وهنا السوليوشن هيبقى ايه الموجود هنا في السوليوشن؟ بنحط المولتن بوكسايت مع الكيريولايت مع الفلورسبار، ثلاث حاجات. المولتن بوكسايت اللي هو الالومنيوم اوكسايد ده بيبقى السورس اوف الومنيوم، والكيريولايت ده بيبقى عباره عن سولفنت للبوكسايت، والفلورسبار ده يمثل فلوكس او تو ديكريز ذا ميلتنج بوينت. وبيبقى عندي الكاثود بيبقى البوتل كده بتاعت البوتم بتاعت الفيزل اللي عندي، ويبقى رود من الكربون هي المتصله بالايه بالبوزيتيف. اذا هيتجمع الالومنيوم وينزل تحت، يبقى هنا في اوبننج اهي من تحت موجوده عشان اسحب منها الايه الالومنيوم. وبيبقى كده عندي، انا اسفه طبعا، ممكن استبدل الكريولايت والفلورسبار اللي هي حديثا بايه بقى؟ بيبقى سولتس من صوديوم والكالسيوم فلورايد خلاص والالومنيوم والالومنيوم. وايه الباتر في الاكسب يعني في حاجتين اثنين بيعمل برضه ديكريز للميلتنج بوينت، ودي حاجه بناخدها من الفلوسبار، وبيعمل ديكريز للدنستي. خدوا بالكم الاولاد ان الالومنيوم خفيف الدنستي بتاعته، فلما اعمل ديكريز للدنستي بتاعه السوليوشن يبقى ضمنت انها اخف من الالومنيوم، هتطفو فوق ولكن الالومنيوم هينزل تحت نقدر نعمل فاسيليتيت ريموفال. الو ايوه السلام عليكم. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معايا؟ محمد من المنوفيه. اهلا يا محمد، ازيك؟ امورنا كيفك؟ كان قبلها بس في سؤال بس. انت عربي ولا لغات يا محمد؟ انا عربي. طب قولي السؤال ولا يهمك، كلنا فريق واحد، اتفضل. كيف تميز بين سبيكة الحديد والخرسين؟ كيف تميز بين سبيكة الحديد والخرسين؟ حديد وخرسين يعني ايرن وزنك، وايه التانية؟ نحاس وحديد. حاضر، والتانية نحاس وحديد، ايرن وكبر. هو عايزني ادفرنشيت بينهم صح كده؟ ايوه. عايز حاجه تانية؟ لا شكرا. ماشي يا محمد. طبعا هو السؤال عربي فاحنا هنقوله عربي ولغات. هو السؤال لولادي في اللغات بيقول how to differentiate between two alloys of iron and zinc و iron and copper. لو عندي اتنين الوي منهم، فمحمد بيسال لو عندي سبيكتين حديد وزنك وحديد وخرسين وحديد وكوبر، ازاي افرق بينهم؟ نعمل فرق بسيط قوي. انا عندي الايرن والزنك الاثنين بيتفاعلوا مع الاسيد، فلو حطينا اسيد هيتم الرياكشن بالنسبه لهم، فمفيش حاجه هتترسب بالظبط. بينما الايرن مع الكبر، الكبر ما بيتفاعلش مع الديلوتد اسيد فهيترسب الايه لون احمر من الكبر. بص يا محمد عشان تبقى متابعني في العربي، احنا هنحط على الاثنين على السبيكتين حمض الهيدروكلوريك المخفف. لو السبيكه اختفت كلها عن اخرها ومفيش اي راس بتكون تبقى دي حديد وزنك.
لو في جزء اترسب في ارضيه اللي هو الوعاء اللي فيه الحمض الهيدروكلوريك يبقى دي حديد وكبر. ليه؟ لان الكبر لا يتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك المخفف، بينما الحديد والزنك الاثنين بيتفاعلوا مع حمض الهيدروكلوريك المخفف. يبقى لاولادنا في اللغات add to both alloys dilute hydrochloric acid. If the alloy disappear and no precipitate formed at the bottom of the beaker, so this is iron and zinc alloy. لو there is a red precipitate formed at the bottom of the beaker, so this is iron and copper alloy. شكرا يا محمد على السؤال الحلو ده. اتفضل يا مستر محمد. اخر حاجه نتكلم على البيوريفيكيشن، بيوريفيكيشن اوف كوبر. لو انا عندي امبيور كوبر خلاص، وعندي ثين واير اوف بيور كوبر، يبقى احنا عارفين ان بيحصل بريسيبيتيشن عند الكاثود، يبقى على طول احط الامبيور كوبر في الانود، يبقى ده الانود. يبقى يا اولاد في البتري يبقى عند الانود عند البوزيتيف، وعند النيجاتيف بيبقى في عند الثين واير، او بجيب ثين واير من مين؟ من البيور كبر. وطبعا السوليوشن عن زي ما قلنا بيبقى الكبر سلفيت او الكبر نيتريت او الكبر كلورايد سوليوشن. لما بنعمل باسنج للالكتريك كارنت بيحصل عند الانود اوكسيديشن، يبقى الكبر بيتحول الى كبر، يتحول الى كبر بوزيتيف 2 وبيفقد 2 الكترونز. بيروح عند الكاثود الكبر بوزيتيف 2 يكتسب 2 الكترون ويحصل ريدكشن ويترسب الايه البيور كبر. طب فين الامبيوريتس؟ نكتب بالقلم التاني بس. الامبيوريتس الكبير شويه. الامبيوريتس طبعا هيجرى لها ايه؟ نتكلم بقى عنها ونقسمها كده. احنا عندنا طبعا الامبيوريتس ولادي في البيوريفيكيشن زي بالترتيب كده، زنك اير سيلفر جولد وبينهم كوبر، يعني هم ترتيب الامبيور كوبر عباره عن زنك وايرن وكوبر وسيلفر وجولد. فانت لما عملت بطاريه البوتنشال بتاعها اعلى من الكوبر، يبقى انت كده اجبرت الكبر وهو عنده نيجاتيف اوكسيديشن بوتنشال، يعني ما بيحبش يحصل له اوكسيديشن، بس البطاريه هنا هي بطل القصه، اجبرت الكبر انه يحصل له اوكسيديشن، بينما اوريدي الزنك والايرن عندهم بوزيتيف اوكسيديشن بوتنشال فبيحصل لهم اوكسيديشن. فانت عند الانود في ثلاثه ايكويشن، الزنك تحول لزنك بوزيتيف 2 باي لوزينج 2 الكترون وديزولف في الالكترولايت، والايرن 2 نفس الكلام، الايرن تحول لايرن 2 والكبر كمان. فضل السيلفر والجولد في الاتوميك ستيت فول داون بيلو the electrode without any dissolving، لان هم عندهم negative oxidation potential فما بيحبوش عملية الoxidation، والبطارية البوتنشال بتاعها not enough انه يجبرهم انهم يعملوا oxidation. بناخدهم في الباودر فورم، نستخدمهم في حاجات تانية في كاكسسوارز يعني. بالنسبة للتلاتة اللي دابوا، الوحيد فيهم الكبر بوزيتيف 2 اللي عنده positive reduction potential، فهيروح عند الكاثود تحصل له عملية ريدكشن. يبقى احنا كده خدنا الكبر من وسط الامبيوريتيز وديناه الناحيه الثانيه، صح كده يا مستر محمد؟ اوكي، بس انا هعممها شويه. انا عندي الامبيوريتيز اما ان تكون مور اكتف او هاير اوكسيديشن ذان كبر او ليس، فالميس دي تو اكزامبل ان هم هاير اوكسيديشن بوتنشال، يبقى يحصل لهم اوكسيديشن ات فيرست، الاعلى في الاوكسيديشن يحصل له اوكسيديشن، فده كان ايرن بوزيتيف 2 او بوزيتيف 3 يتحول الى ايرن اند ديزولف ان سوليوشن، لو كان زنك يتحول الى زنك بوزيتيف 2 and dissolve in solution، لغايه ما كل الاليمنتس اللي هاير اوكسيديشن ذان كبر يحصل لها turns into ions and dissolve in solution. اتفضل عندي مين الكبر واللي less oxidation ذان كبر زي ما قال السيلفر والجولد. هيبدا الكبر يتحول الى كبر بوزيتيف 2 زي ما كتبنا في الايكويشنز. بعد ما الكبر يخلص مفيش حاجه متصله بقى بالكونكت، ما خلاص الكبر، يبقى الايرن يبقى السيلفر والجولد واذا كان في بلاتينم خلاص كل دي هتترسب تحت لان مش هيحصل لها اوكسيديشن خلاص. طيب نيجي نشوف عند الكاثود هيحصل ريدكشن، مين الاعلى في الريدكشن؟ الايرن ايرن والزنك ايرن ولا الكبر؟ لا الكبر اعلى في الريدكشن، احنا قلنا الريدكشن بتاعته بالبوزيتيف، يبقى هو اللي هيترسب. لغايه ما كل الكبر ايرن هنا يخلص يترسب خلاص هينقطع مرور التيار الكهربي، ويبقى حصلنا على سوليوشن فيه الايونز المور اكتف ذان او الهاير اوكسيديشن ذان كبر، والكبر اترسب في الكاثود، والاليمنتس اللي هي ليس اوكسيديشن ذان كبر بيحصل لها بريسيبيتيتد ان ذا بوتوم اوف ذا بيكر. كده الفرادي كل اللي مطلوب من حضرتك عشان نبقى في الانجاز الديفينيشنز والاكسبيرمنتس عشان المسائل هنحل عليها على طول. يعني مثلا تعريف يعني ايه فرادي، يعني ايه امبير،
يعني ايه كولوم؟ لا معلش يا مس، قولي انت بقى الحاجات دي، انا عاوز احل مسائل بقى. أنا زهقت. لا لا، عشان حضرتك هتكتب لنا على خلاص، انا هقول مع حضرتك بس عشان نكتب للولاد التعريفات اللي عندكم في الجزء بتاع فاراداي ولادي. وات از مينت باي فاراداي؟ يعني ايه فاراداي؟ هو الكوانتيتي اوف الكتريستي نيدد او باس ثرو الكتروليتيك سولوشن اوف سيلفر اير تو بريسيبيتيت 108 جرام اوف سيلفر، اللي هو جرام ايكويفالنت ماس. التعريف الثاني ده الفاراداي. التعريف الكولوم الكوانتيتي اوف الكتريستي ذات اف ات باسس ثرو ان الكتروليتيك سولوشن اوف سيلفر اين فور 1 سكند. لما نقول تعريف الكولوم الكولوم اف ات باسس فور 1 سكند بتبريسيبيتيت السيلفر اير، بس ده تعريف الامبير اللي هو الكوانتيتي اوف الكتريستي اللي بتعدي فور 1 سكند، ده الامبير. لو قلنا نفس التعريف من غير ان 1 سكند يبقى ده الكولوم. يعني الكولوم الكوانتيتي اوف الكتريستي باس ثرو سيلفر اير سولوشن تو بريسيبيتيت سيلفر. الثاني تو بريسيبيتيت سيلفر اينز ان 1 سكند، ده تعريف الامبير. كده خدنا الامبير والفاراداي والكولوم. فاضل عندنا فاراداي فيرست لو نفسه، هو بيقول ايه؟ بيقول ان الكوانتيتي اوف الكتريستي باسس ثرو ان الكتروليتيك سولوشن از دايركتلي بروبورشنال تو ذا اماونت اوف ماتيريال ديبوزيتد اور كونسيومد ات اني الكترود. ده فاراداي فيرست. فاراداي سكند بيقول اف ذا سيم كوانتيتي اوف الكتريستي passes through an electrolytic solutions connected in series, the amount of material deposited or evolved at any electrode is directly proportional to their equivalent mass. فاضل عندي تعريف الجرام equivalent mass، هي الماس of material that lose or gain electrons during or through electrolytic solution. دي تعريف equivalent mass. كده مش فاضل لنا غير القوانين بتاعتنا اللي احنا هنطبقها، فاراداي فيرست وفاراداي سكند. حضرتك تكتب لنا فاراداي فيرست كيو دايركتلي بروبورشنال مع انا بس هبدا بالجالفانيك بعدين ناخد ده. بس اللي حضرتك اللي قلتي انا بكتب الايه الفيرست والسكند بالطريقه دي يا اولاد عشان تفكرني بيها. الماس دايركت بروبورشن تو ذا اماونت اوف الكتريستي، يبقى ده فيرست لو. الماسز دايركت بروبورشن تو ذير ايكويفالنت ويتس، يبقى هنا وين ا سيرتن اماونت اوف الكتريستي باسز ان ديفرنت سوليوشنز كونكتد ان سيريز. The masses formed at electrode are directly proportional to their equivalent weights. القانون نفسه كشكل بي بي تي ماس 1 على بي بي تي ماس 2، نكتبه تحتهم لما نشوف بي بي تي ماس 1 على بي بي تي ماس 2. دي بقى القوانين لما نيجي ناخدها كلها. لا احنا افرض عشان نكتبه قدامهم بي بي تي ماس 1. انت عاوز القانون التاني؟ اللي هو فاراداي سكند لو. شكل القانون يا جماعه بي بي تي ماس 1 ديفايدد بي بي تي ماس 2 ايكوال ايكوفالنت ماس 1 على ايكوفالنت ماس 2. نقول ماس اوف اي على equivalent او الماس equivalent، خليها بالرياضة equivalent of A، وهقول انا ليه بحب الصيغة دي، على الماس B. B ما هي ريشيو مش هتفرق بالظبط، على ال equivalent of B. علشان لو في حاجة تانية يبقى برضو حكاية ماس of C أكمل. على كذا يبقى كويس. نفس القانون ماشي حلو. فاضل المعلومة كمان ال equivalent mass بيساوي الاتوميك ماس على الفالنسي. ولو لقينا ان الاتوميك ماس البريسيبيتيتد ماس جرام ايكويفالنت قال لي جرام اتوم او اتوميك ماس او مول، بطبق القانون اللي هو بيقول الكيو بتساوي زد اف. هنبدا سريعا دلوقتي على مسائل طب اول القوانين بقى اللي هنحل بيها اكتبها بالنسبه للجالفانيك وكله عشان ازاي نبقى موجودين. اتفضل حضرتك. اول حاجه بالنسبه للجالفانيك سيل يا اولاد، لما تجي لي اي مساله سي مثلا قال لي اي and B two metals two elements ال A monovalent its reduction potential equals 0.6 volts ال B divalent its reduction potential negative 0.2 volt. ازاي نحل المسألة دي وهنجيب منها يا ولادها حل 14 جيفن. يعني ازاي اجيب منها الاكسبريشن، ازاي اجيب منها الاي ام اف، اجيب منها الانود الكاثود الاكسيديشن الريدكشن الاكسيدايزنج ايجنت الريديوسنج ايجنت الرياكشن عند الانود الرياكشن عند الكاثود التوتال رياكشن، هتمر الكتريستي ولا لا، اند واي واتجاه الالكتريك كارنت. دول 14 نقطة هنتكلم عنهم. أنا بفضل لما يجي لي مسألة زي كده طريقة أنا بستخدمها إن أنا أعمل جدول أهو كأنك كده عمال بتشتغل إكس أو، بس هكبر الاتنين دول شوية
اوكي. هنا هكتب الاليمنتس، عندي A و B. هنا هكتب الاكسديشن بوتنشال وهنا الريدكشن بوتنشال. هنا في الجنب اكتب الفالنسي عشان هنا احتاج اخليها الفالنسي. هنا عندي الاي الفالنسي قال لي مونو فالنت، يبقى الفالنسي 1 عشان لو فقد يبقى يفقد 1، لو اكتسب يكتسب 1. البي الفالنسي 2. اني قال لي الريدكشن بوتنشال اوف اي، الريدكشن بوزيتيف 0.6، يبقى الاكسديشن نفس الاشاره بنكتب 0.6. طيب نيجي نشوف البي داي فالنت، الريدكشن بوتنشال نيجاتيف 0.2، يبقى الاكسديشن بوزيتيف 0.2. بص بعمل اكسبريشن ازاي، باجي تحت خط في النص ده بعمل السولت بريدج. هكتب هنا يا اولاد الانود، الانود يحصل له مين؟ الاكسديشن. الرقم الكبير هنا مين؟ الرقم الكبير للبي، يبقى البي هو اللي يحصل له اكسديشن مش الاي. مش هناخد بالترتيب ايه الاول بعدين بي، لا. اكسديشن يعني ايه؟ يعني البي يتحول الى بي بوزيتيف 2 وحصل له اكسديشن وهو الانود، يبقى هو ريديوسنج ايجنت. اجي في الطرف الثاني مين الرقم الكبير؟ الرقم الكبير عند الاي، يبقى الاي هيحصل له ايه؟ هيحصل له ريدكشن، يبقى ده الكاثود وهنا الريدكشن، يبقى هو اوكسيدايزنج ايجنت. هقول ان الاي كانت بوزيتيف تحولت الى اي زيرو، بس هنا تيك كير ده فقد 2 الكترون، يبقى لازم اجيب من هنا 2 من الاي يتحول الى 2 اي، ويبقى ده الاوكسيدايزنج ايجنت. عاوز اجيب الاي ام اف، يا الفرق بين 2 اوكسيديشن، بس ابدا بمين الاثنين اوكسيديشن؟ خلاص ببدا بالانود. لو اجيب الفرق بين 2 ريدكشن ببدا بالكاثود، يا اما اجيب الاكسديشن بتاع الانود اللي حصل له اكسديشن اللي هو بوزيتيف 0.2 بلس الريدكشن بتاع اللي حصل له ريدكشن اللي هو الاي اللي هو بوزيتيف 0.6، هتطلع بوزيتيف 0.8 فولت. طيب عاوز الرياكشن عند الانود، نفس الكلام الموجود ده هحول لو قلنا الى سه واكتب فقد الكترون، يعني عند الانود البي تتحول الى بي بوزيتيف 2 بلس 2 الكترونز، يبقى ده عند الانود. عند الكاثود ال 2A بوزيتيف تكتسب 2 الكترون، يحصل لها ريدكشن وتتحول الى 2A زيرو. اجمع الاثنين دول هيبقى التوتال رياكشن، البي بوزيتيف البي زيرو مع ال 2A بوزيتيف، طبعا الالكترون هيروح مع الالكترون، هيبقى التوتال رياكشن كده يا اولاد هكتبها كده فوق، هيبقى ادي البي بلس 2A بوزيتيف هتديني بي بوزيتيف 2 بلس 2A، ده التوتال رياكشن. هنا الاي ام اف بالبوزيتيف يبقى ات جيفز الكتريستي، يعني التفاعل ده سبونتانيوس، يعني دي جالفانيك سيل. طيب واتجاه الالكتريستي بيبقى دايما من الانود الى الكاثود، يعني من البي الى الاي. دول ال 14 نقطه اللي انا بقول عليهم ان احنا ممكن، هو غالبا في الامتحان يطلب مني نقطه او اتنين بالكتير، يعني هات الاي ام اف واكتب الايه الاكسبريشن. طيب. لكن سام تايمز بيطلب مني الرياكشن عند الانود او الكاثود. هنخلص بقى شغل الاي ام اف كله بالسؤالين اللي انا جايباهم، هو سؤال يعني شكلين مختلفين عن حضرتك قلتهم، بس يعني حضرتك قلت شكل منهم، في شكل فاضل الشكل الثاني اللي هو نعكس بقى هنتكلم عنه. هو الشكل الثاني جايب لي كاتب the following are the electric potentials of some electrodes. هو بقى مش قال ده اوكسيديشن ريدكشن، احنا اللي هنستنتج. كاتب زنك بوزيتيف 2 سلاش زنك 0، زنك بوزيتيف 2 سلاش زنك 0، زنك 0 نيجاتيف 0.762. بص يا ولاد ما تحول من البوزيتيف الى زيرو، يعني قلنا الاكسديشن نمبر بي ال، يبقى ده ريدكشن، يبقى دي قيمه الريدكشن بتاع الزنك، اذا الاكسديشن بوزيتيف 0.76. في ايه تاني يا مس؟ بعد كده ام جي بوزيتيف 2 لام جي 0، ام جي بوزيتيف 2 لام جي 0، ام جي 0 ونيجاتيف نيجاتيف 2.375 فولت، 2.37 فولت. بعد كده 2 سي ال نيجاتيف، يبقى ده برضه ريدكشن. 2Cl negative 1 2Cl negative 1 slash chlorine Cl2 negative 1.36 volt negative 1.36 volt 36 volt ده طيب. oxidation الرقم كان زيرو negative تحول الى زيرو، يعني الرقم زاد، يبقى دي oxidation. اخر care. حاجة K positive 1 K positive 1 تحولت الى K0 زيرو بنيجاتيف 2.9 نيجاتيف 2.9 فولت، لا 924 924
4 فولت. الطلبات الاولانيه يبقى ده يا اولاد ريدكشن عشان عايز التو الكترودز اللي هيعملوا لي هايست اي ام اف. طيب ده عندك جه في 2018 امتحان السنه اللي فاتت. اعتقد ده موجود مكتوب عندي في الورق، لكن خلينا في الايه في القبله. اول حاجه عاوز اشوف يا اما اخليهم كلهم هاي، لان كان في سؤال جه كده قال لي مين فيهم الهاير اوكسيدايزنج ايجنت مين هاير ريديوسنج ايجنت. حضرتك بعد ما تعملوه نزوده على الطلبات. اوكي طيب هنا اشوف اعلى اوكسيديشن واعلى ريدكشن، وتبقى دي الجالفانكس اللي هتديني اعلى اي ام اف. لو انا حولت ده الى اوكسيديشن خلاص هلاقي ان ده هيبقى بوزيتيف 2.9، ده اوكسيديشن نيجاتيف، ده اوكسيديشن بوزيتيف 2.37، ده اوكسيديشن بوزيتيف 0.76. يبقى واضح من الارقام اللي عندي ادي نيجاتيف 1.36، اعلى اوكسيديشن هو مين؟ هو الكي. طيب واعلى ريدكشن خلاص ادي الريدكشن، ادي الريدكشن، ادي الايه الريدكشن، الريدكشن هيبقى بالنسبه لده بوزيتيف 1.36 فولت. يبقى واضح ان ده اعلى ريدكشن. يبقى انا هاخد علاقه ما بين الانود هو البوتاسيوم كي بوزيتيف تحول الى كي زيرو، وادي السولت بريدج 2 سي ال نيجاتيف، لا يبقى لازم اضرب في 2. لازم لا غير اضرب في 2 يا مستر، انت كاتب كي زيرو بقى بوزيتيف ولا كي بوزيتيف بقى زيرو؟ كي زيرو بقى بوزيتيف، كي زيرو بقى بوزيتيف، و2 سي ال هيحصل له ريدكشن، يبقى تيس يبقى كلورين سي ال كلورين جاز هيتحول الى هيكتسب الكترونز هيبقى سي ال 2 نيجاتيف. يبقى تاني الكي هيحصل لها اوكسيديشن، يبقى ده الانود. اوكسيديشن يا اولاد يعني البوزيتيف تشارج انكريز، سولت بريدج هنا ريدكشن، يبقى ده الكاثود، يبقى السي ال 2 ريدكشن يعني الرقم هيقل، يبقى توصل من زيرو الى نيجاتيف. يبقى دي الجالفانيك اكسبريشن. انت عاوزه طبعا الاي ام اف، الاي ام اف هنقول الانود هاخد الاكسديشن بتاع الانود قلنا بوزيتيف 2.9 بلس الريدكشن بتاع الكاثود. ما جبت الريدكشن اهو، لا ده 2.9 حاجه 924 عشان بحسب ورا حضرتك 924 بلس خلاص هتبقى طبعا دي الاكسديشن، يبقى الريدكشن بالبوزيتيف 1.36، يبقى دي هتطلع 4 و8 و2.4 فولت، يبقى 4.284 فولت. طيب انا كان عندي سؤال تاني ام اف بس هاجله الاهم دلوقتي، هاخد فرادي. عاوزين نعرف طب مين بقى الاعلى اوكسيديشن من الاعلى ريديوسنج. اوكسيدايزنج ايجنت ريديوسنج، الاعلى اوكسيدايزنج ايجنت هو الكلورين. خلاص لان هو اعلى في الريدكشن. والاعلى او الاقوى ريديوسنج ايجنت هو الايه؟ البوتاسيوم. طيب هناخد بقى مساله فاراداي. بص حضرتك برضو مساله حلوه وقويه، بيقول اون الكتروبليتنج اوف كوبر، اكتب معايا. طب انا يعني عاوز اشرح الاول بقى بجاوبها ازاي بتاعت بالمسائل اللي هي مين بتاعت الفاراداي. طب ماشي يا اولاد، مش يعني ناخد المساله وحضرتك هكتب القوانين وبعدين هقول لك نعمل ازاي. طب سريعا عشان انا وقتي بينفذ وانا طيب عايز اقولهم اكتر اسئله. اول حاجه انا بقسم القانون الى ثلاث حاجات. نمبر 1 لو لقيت تو اليمنتس تو سوليوشنز، يبقى على طول هتطبق السكند لو اللي احنا قلنا عليه الماس اوف اي على الايكويفالنت ويت اوف اي يساوي الماس اوف بي على الايكويفالنت ويت اوف بي. نمبر 2 لو لقيت ان الماس بيساوي كلمه جرام اتوم، لازم كده جرام اتوم ما يقولش جرام بس، او مول اداني الماس، يبقى الالكتريستي هتساوي زد اف الفالنس في فاراداي او النمبر اوف تشارج في فاراداي. نمبر 3 ما لقيتش تو اليمنتس ما لقيتش الجرام اتوم، تبدا تطبق القوانين الاتيه. اول حاجه اول خطوه هجيب الايكويفالنت ويت اللي احنا قلنا بيساوي الاتوميك ويت، ودي بيديهاني في المساله ديفايدد الفالنسي او النمبر اوف تشارج بيكتبها برضو في المساله. بعدين اطبق احد القوانين الثلاثه الاتيه. تقرا الالكتريستي لو قلب بالكولوم يبقى اطبق القانون الماس
هيساوي الكولوم في الايكويفالنت ويت على 96500. لو قال لي الالكتريستي بالفاراداي تبقى الماس هتساوي فاراداي في ايكويفالنت ويت. ليه يا مستر؟ لان الفاراداي بيساوي 96500 كولوم. طيب لو لقيت عندك تايم او انتنسي يبقى تطبق القانون، الماس بيساوي الاي بالامبير في التايم بالسكند في الايكويفالنت ويت على 96500. وعفوا ادينا المساله يا مس نشوف هنختار انهي من دول. مهم جدا ان الطالب يعرف القانون اللي هيشتغل بيه. اوكي، اون الكتروبليتنج اوف ا كوبر ووتش باي جولد هاف فاراداي از باست، يبقى على طول كده الكيو بتساوي هاف فاراداي، يبقى هاف فاراداي. ان جولد 3 كلورايد سولوشن اي يو سي ال 3، طبعا هو ادوني عشان الفالنس. خلاص الطلب الثاني كالكوليت ذا فوليوم، عاوز الفوليوم فاين ذا فوليوم اوف ديبوزيتد جولد لاير if it's the gold density is 13.2 gram per centimeter cube. 13.2 gram per centimeter cube given that in the AU 196.98 atomic weight 196.98 of OU AU 196.98 جرام. طبعا طيب انا اولاد المسائل بتدينا ايه؟ المسائل بتاعه الالكتريسي بتجيب لي ماس ما بتجيبليش فوليوم. ده كده هبتدي استخدم قوانين اخرى في الايه في الرياضه. تعالوا نمشي بقى خطوه خطوه. انا من الجيفن اداني الفاراداي يبقى عاوز الماس. طيب انا قلت القانون اللي فيه الفاراداي، الماس هتساوي الفاراداي في الايكويفالنت ويت. الفاراداي كام؟ هاف فاراداي في الايكويفالنت ويت. الايكويفالنت ويت بيساوي الاتوميك ويت اهو اللي هو 196.98 ديفايدد 3. طلعت القيمه دي كام يا مس؟ 32.83. خلاص ده جرام. طيب انا جبت الماس، اشوف بقى علاقه ما بين الدينستي خلاص والماس عشان اجيب الايه الفوليوم. طب ايه العلاقه اللي بتربط بقى، دخلنا في الرياضه، العلاقه اللي بتربط الفوليوم في بالماس بالدنسيتي؟ الدنسيتي بتساوي الدنسيتي دي او الدنسيتي بتساوي الماس اللي تكون على الفوليوم. يبقى الفوليوم بيساوي ماس على دنسيتي، يبقى الفوليوم هيساوي الماس احنا قلنا 32.83 خلاص. ادي الماس 32.83 على الدنسيتي اللي هو مدهاني 13.2، تطلع كام الفوليوم؟ 2.487 سنتيمتر كيوب. طيب نخش في يعني المساله سهله جدا يا اولاد، ما تتخضش من الكلام ده، انت بتجيب الماس وبعدين تستخدم القانون، عارف ان الدنسيتي بتساوي ماس على فوليوم. طيب المساله اللي بعد كده على الكي اس بي او الديجري اوف كونسنتريشن، مش الديجري اوف ايونايزيشن، هو عايز الديجري اوف سولابيليتي. خلاص عشان الاولاد ما تتلخبطوش ما بين الديجري اوف سولابيليتي والديجري اوف ايونايزيشن. الديجري اوف ايونايزيشن دي الفا، الديجري اوف سولابيليتي دي قصه ثانيه خالص، ليها قانون تبع الكي اس بي هيقوله مستر محمد دلوقتي. بيقول كالكوليت ذا ديجري اوف كونسنتريشن اوف او ديجري اوف سولابيليتي يعني اوف بوث سيلفر ايون اند كلورايد ايون اوف سولابيليتي اوف سيلفر ايون of silver ion and the chloride ion and the chloride ion given that in the KSP 1.3 × 10⁻⁵ طبعا اكيد سيلفر كلورايد AgCl. هنكتب بقى نكتب قانون الديجري اوف سولابيليتي اللي هو الماجيك ترانجل، نكتبه اللي هو بيساوي كونسنتريشن. نكتب الاول الايكويشنز قلنا ايه مثلا، نكتب الايكويشنز طبعا عذرا يا شباب ان احنا بنجري عشان عايز اقول كل اللي انا يعني كل اي جي سي ال، وكويس ان ده سهل ما فيش فيها التول اللي كنا بنتكلم عنها ده. خد بالكم يا اولاد ان ده بريسيبيتيت عشان ده كي اس بي،
solubility product. هيديني الاي جي بوزيتيف بلس سي ال نيجاتيف. طيب من القوانين بتاعه الكونستانت الكي اس بي هيساوي concentration of AH positive في CL negative وما فيش عندي باور. هنا في الحالة دي هو مديني مين؟ مديني الـ AG قصدي مديني الـ KSB. الـ KSB بيساوي 1.3 times 10 to the power negative 5. هفترض ان الـ AG والـ CL الاثنين زي بعض انها X تبقى X square. يبقى هجيب الـ X الـ concentration هتساوي الروت بتاع 1.3 times 10 to the power negative 5. سهل يا ولاد ما فيش في اي حاجة. نحصل ضرب الكلورايد ايون في السيلفر ايون بيساوي الكي اس بي. نكتب الاجابه 3.6 يبقى 3.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 مولر. ما تنسوش اليونت مولر. ومره جه في 2014 قال لهم بدل بعد ما جابوها بالمولر يعني مول بير لتر طلبها بالجرام بير لتر اللي هي الديجري اوف سولابيليتي للكومباوند كله. خدوا بالكم ده بالمول بير لتر بالمول ماس هضربها في المولر ماس عشان تديني بجرام بير لتر للاي جي سي ال. المساله اللي بعد كده سريعا calculate the concentration of hydronium ion. Now is concentration of hydronium ion of H3O positive ل 0.2 مولر acetic acid. Acetic acid 0.2 يبقى ده concentration. وال Ka ب 1.8 Ka بيساوي 1.8 times 10 power negative 5. اي عايز اقول حاجه اولادي ما تنسوش ان انت هنا عشان تجيب الهيدرونيوم اين كونسنتريشن انت بتستخدم القوانين اللي هي بتاعه الروت اوف كي اي في سي كي اي في سي هنا الروت بتاع لكن لا ده عشان عشان الاسيد بتاعي ويك. لكن لو الاسيد بتاعي سترونج اسيد القصه بتختلف. تركيز الاتش بوزيتيف بيساوي تركيز الاسيد في حاله ما يكون مونوبروتيك يعني HCl ده strong acid. تركيز ال H positive هو نفسه تركيز الأسيد تركيز ال CA. لكن لو sulfuric acid ليه قصة تانية خلي مستر محمد يقولها بعد المسألة دي. طيب فضل. يبقى عندي ال concentration of H3O positive حيساوي الروت 0.2 times 1.8 times 10 to the power negative 5 جاء تطلع كم مس 6 times 10 to the power. هو ايه القانون معلش تاني قوله لي روت كام؟ كي اي في سي روت 0.2 تايمز 1.8 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 5. ادي واحد ادي اثنين ادي سبعه لا هتطلع ارقام الاجابه مختلفة. طلعت 1.9 تايم 10 باور نيجاتيف 3. 1.9 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 3. طيب هترد على سؤالي اللي هو لو عايز الهيدرونيوم للسترونج اسيد لو هو HCl تركيزه المساله اللي ادهاني. طيب لو انا عندي 0.1 مولر HCl الهيدرونيوم تركيزه كام؟ 0.1 مولر. هو هو طب لو سلفوريك اسيد سلفوريك اسيد ده سترونج يبقى السي هي نفسها الكونسنتريشن اوف هيدروجين اين. ليه مش انا عندي 2 هيدروجين اين هيطلعوا لي يعني سلفوريك اسيد عشان ده مش مونوبروتيك هيبقى باي بروتيك يبقى 2 يبقى هنكتب H2SO4 هيطلع 2 H بوزيتيف يبقى تركيز الهيدرونيوم في الحاله دي دبل تركيز الاسيد تركيز الهيدروجين يعني مدهوني السي اللي مدهاني يعني كده مثلا اعملها لهم يا مستر محمد H2SO4 لما بيتفكك عشان ده كومبليت ايونايزيشن 2H بوزيتيف زائد SO4 نيجاتيف 2 هي يعني المس اختارت ان في حاجه 2. طب قال لي ان السي بتساوي 0.1 مثلا يبقى في الحاله دي تركيز الهيدروجين ايون هيساوي 2 عشان 2 2 تايمز 0.1 يعني 0.2 مولار كونسنتريشن. طيب السؤال اللي بعد كده لانه كومبليت ايونايز يبقى تركيز الاسيد هو تركيز الهيدروجين ايون لو كان مونوبروتيك لما يكون مونوبروتيك او لكن داي بروتيك لو داي بروتيك يبقى هضرب في 2 هضرب في 2 او ترايبل طيب. في 3 امونيا سوليوشن اتس كونسنتريشن امونيا سوليوشن اتس كونسنتريشن السي بتاعه الامونيا 0.1 مولر 0.1 مولر والكي بي والكي بي هيساوي 4 تايمز 10 باور نيجاتيف 5 طلبات وعايز البي اتش. طيب نمسك واحده واحده يا ولاد. اول حاجه هنقول انا عاوز اجيب البي اتش يعني عاوز اجيب الكونسنتريشن اوف او اتش نيجاتيف. الاو اتش نيجاتيف ايون بيساوي الروت كي بي في سي اوف بي او سي يبقى الاو اتش كونسنتريشن اوف او اتش نيجاتيف ايون هيساوي الروت 0.1 في 4 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 5
دي هتساوي 2 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 3. مليني تاني يا مستر. خلاص طلعتها يا مستر 0.1 تحت الروت 0.1 تايمز 4 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 5. نيجاتيف 5 2 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 3 equal 2 times 10 to the power of negative 3. هنعمل بقى نيجاتيف لوج. يبقى عاوز انا البي اتش البي او اتش نيجاتيف لوج الانسر. نيجاتيف لوج الرقم دون اللي هو 2 times 10 to the power negative 3 هتطلعها لي 2.7 14 minus الانسر البي اتش هيبقى 12 14 minus 2.7 هيطلع 11.3. طبعا طالما طلع البي اتش more than 7 يبقى ده basic سولوشن صح كده. احنا قلنا في الاول ان امونيا سولوشن يعني لازم الكلام يتفق مع النتيجه اللي بتطلع. طيب احنا عندنا في السؤال الاخراني في الالفا انا هقوله لحضرتك. حاضر انا عارفه ان معي يعني مش معايا وقت كتير حالا بس انا عندي هنا بيج 87 اهو السؤال اهو نمبر 29 سريعا بس كالكوليت الايونايزيشن ديجري يعني هو كده عايز الالفا كالكوليت. انا جبت لك السؤالين عشان تفرق بالايونايزيشن ديجري والديجري اوف سولابيليتي اوف امونيا سولوشن جيفينج ذات الكونسنتريشن 0.2 مولر سي 0.2 مولر والايكوليبريم كونستانت 1.65 تايمز 10 باور نيجاتيف 5 نيجاتيف 5 عاوز الفا. يبقى الفا بتساوي روت كي اي ديفايدد سي او كي بي ديفايدد سي بي او هو بيز يبقى كي بي ديفايدد سي يبقى كي بي يبقى هيساوي اندر روت هيبقى 1.65 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 5 ديفايدد 0.2 تطلع الاجابه 9.1 تايمز 10 باور نيجاتيف 3. خد بالك الفرق ما بين الالفا اللي هو بيساوي روت كي اي او كي بي على سي بينما الكونسنتريشن اوف اتش او الكونسنتريشن اوف هيدرونيوم ايون او كونسنتريشن اوف هيدروكسيد ايون بيساوي الروت كي اي باي سي. ثانك يو مستر محمد الحقيقه الوقت نأخذ جزاك الله خير. نتمنى ندي الاولاد اكثر يعني لا بس احنا جمعنا الحمد لله كل افكار المسائل اللي هي عندنا فيها مشكله والنظري حضرتك غطيته. عفوا في مساله النوع الحصه جايه فكرينا بيها ازاي لو اداني ايكويشن هل هي جلفانيك ولا لا هي سبونتانيوس ولا لا. اوكي ثانك يو ديير ستودنتس فور بينج وذ اس. I'll wait for you for the next session. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.